أحاول أبتدي التسجيل. أوكي. ولعل وعسى ما نشوف هيسجل فعلا ولا لا. أوكي. كنت تحبوا ترجعوا التسجيل خاصة للناس اللي مش موجودة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المادة يا جماعة الانفورميشن تكنولوجي. المادة دي مادة الغرض منها إن هي تفتح لك دماغك على التخصص. يعني هنقعد نحكي في حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا، خاصة في الأول تلاقي الحاجات سهلة أوي وبتاع، بعدين تبتدي يعني الصعوبة تتدرج، بس أيا كان مش مفيش حاجة صعبة أوي. بس هو ما يميز المادة التشعب، إن هو عايز يفتح لك الطريق والسكك عشان تشوف المستقبل قدامك عامل إزاي. أوكي طبعا أنت عندك مواد أكثر تخصصا، بقية المواد هتلاقي أكثر تخصصا، سواء في الويب، سواء في البرمجة، سواء في قواعد البيانات، هذه حاجات اكثر. لكن هنا انا عايز افتح دماغك، فهنقعد نحكي كتير في حاجات كتير جدا. ده الميل بتاعي يا جماعه في المعهد، جداوي ام ات اي بي اي دوت اي دي يو دوت اس اي. انا دكتور مديح ناير الجداوي، وده الايميل بتاعي. ولو حد جه المعهد وعايز يجي عندي المكتب، انا مكتبي رقم 156، هتلاقيه في الدور الثاني. طيب يفترض ان الجدول بتاعنا هيمشي كالتالي. طبعا كل حاجه معرضه للتعديل، خاصه للاختزال، يعني حسب يعني الوقت هيسمح معانا ليه، لان موضوع الاونلاين ده يعني من اول مره، فالموضوع عجيب شويه، فانا ما مش عارفين، فخلينا نمشي كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. خلاص الدنيا في ايدينا يعني، بس النصيحه انت تتابع بس معايا اول باول علشان الدنيا تمشي معاك، خاصه ان انت دلوقتي خلي بالك انا شغال اونلاين، فانت دلوقتي راجل كبير، فانت مسؤول عن نفسك، وخلي بالك مفيش معاك حد، فانت لازم تراعي نفسك بنفسك، لازم محاضراتك تحضرها، لازم معاك النوت بوك بتكتب فيه الملاحظات اللي انت عايزها، لازم عندك اسئله تسالها للمحاضر. اوكي خلاص الدنيا دلوقتي مختلفه، ووضعك دلوقتي اصعب من الاول علشان موضوع الاونلاين ده. اوكي وحتى التواصل كده اصعب، فانت برضو حاول تركز على قد ما تقدر، خليك مركز من اول السنه. اللي انا اتعلمته في حياتي ان انت لما تركز من الاول خالص بتلاقي الدنيا سهله عليك، لما مش مركز هتلاقي الدنيا تتكربس عليك في الاخر، وفي الغالب مش مفيده الكربسه دي. حتى لو جبت في الاخر درجه كويسه مش هتفرق قوي معاك، لان انت لم تتحصل على المعلومه في الوقت الطويل اللي كنت يفترض انك تتحصل عليها فيها. لكن زي البيلدينج بلوكس، ابني معلوماتك من اول السنه لاخر السنه واحده واحده. الميزه انك مش هتحس بضغط قوي، يعني لان انت كل شويه بتبني حته بتبني حته. طيب احنا النهارده المفروض ان نتكلم عن معلومات عامه عن الكمبيوترز، يمكن في اخر المحاضره هتعرض لشيء بس من التفاصيل، لكن المحاضره كلها محاضره انا شايف ان هي هايفه جدا. بعد كده هنتكلم المحاضره الجايه على الانترنت، بعد كده هنتكلم في محاضرة تانية بتكلم عن السوفت وير، وهبتدي ادخل هنا في المايكروسوفت وورد. انا متاكد ان يعني اتليست نصكم اشتغل بالوورد، مفترض ان يكون اكتر، بس يعني ما ينفعش يكون حد ولا واحد فيكم يكون في التخصص ده وما اشتغلش بالمايكروسوفت وورد، فيعني قلت واي نوت ان احنا نشتغل عليه شويه. المحاضرة الرابعة والخامسة هتبقى المايكروسوفت اكسل، ودي تول قوية جدا. انا عارف برضو بعضكم اشتغل، بس محتاجين ان احنا نفصص التول دي اكتر شوية، فهنا هاخد حاجات بيسكس، وهنا بعد كده هعمل تحليل للبيانات بالاكسل. يعني هنا بس مجرد استخدام عام، بعدين هنا استخدام اكثر عمقا شوية. كل شوية بس سألوني انتوا سامعين الصوت؟ كل شيء واضح. ايوه شباب اوكي جميل. بعد كده المحاضره السته والسبعه هنبتدي ندخل جوه الكمبيوتر، يعني خلي بالك انا كلام مع انتروداكشن، بعدين وورد واكسل، بعدين هنا جزء كده في الهاردوير كمبيوتر كومبوننتس، نفتح كده الكمبيوتر من جوه وتعالى كده نتفرج عليه ايه اللي موجود جوه. هيبقى لطيفه في التخصص ده، تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، اعتقد برضه لطيفه يعني. بعد كده في المحاضره الثامنه هتكلم شويه عن الويندوز 10، نتكلم شويه عن التفاصيل الفيتشرز بتاعه الويندوز 10 ممكن تعمل فيه ايه. انا عارف مش كلنا عندنا ويندوز 10، بس يعني اتصور اتليست 60% مننا ايا كان، يعني
هي كانت يعني كنت ممكن اخد اي حاجه كلينكس ماك اي حاجه، بس انا اي مساو كمثال على نظام التشغيل، تعرف يعني ايه نظام التشغيل، ايه الفيتشرز الموجوده. حتى هذه اللحظه الميدترم هو الاسبوع التاسع، حتى هذه اللحظه لغايه لما يجي لنا اي اشعار جديد، يعني حتى هذه اللحظه الميدترم هيبقى الاسبوع التاسع. بعد كده هننقل بقى نقله نوعيه على الشبكات، انا خصصت لها محاضرتين، هنشوف بعد كده الوضع محتاج اكتر محتاج اقل، بس يعني ما اعتقدش اقل من كده يعني. بعدين هنتكلم في الانفورميشن سيكيورتي، وده كده تجهيز ليك لان انت الترم الاخير هتاخد ماده كامله في الانفورميشن سيكيورتي. بعد كده في المحاضره ال 14، طبعا خلي بالك انا ممكن اختزل حاجات حسب الوقت، يعني انا بقول لك الخطه العامه نشيل نحط يعني متاح معانا. بعد كده في محاضره بتتكلم على السوفت وير تيستنج وتتكلم على اليو ام ال بشكل مختصر قوي، لان انت هتتكلم عن الكلام ده السنه الجايه بتفاصيل، الترم الجاي بتفاصيل كتير، يعني زي ما اقول لك انا بفتح معاك الدنيا بس. واخر محاضرتين هتكلم على الفلاتر، ازاي انت تقدر تعمل ابلكيشن على الموبايل ينزل على الايفون وينزل على الاندرويد بشكل سريع وشكل لطيف يعني. وفي الاخر هيبقى عندك الفاينل اكزام ان شاء الله تعالى. يبقى ده البلان بشكل كامل، نخلص منه قد ايه الله اعلم، لان زي ما انتم شايفين الوضع في الاونلاين بالسهل قوي يعني، وانا متفاهم كده مفيش مشاكل يعني، هنمشي على قد ما ربنا يقدرنا نحاول نخلص ان شاء الله تعالى. بالنسبه للدرجات زي ما انتم شايفين هو في مترم واحد هيبقى عليه 20%، الهوم ورك الكويزز هيبقى عليهم 30%، يبقى كده 50%، الانضباط عليه 10%. لذلك انا يعني اي ريكومند يو، انا بنصحكم ان انتم حاصر هنا اي درجه يعني، ده انا المفروض دي كادو، دي كده هديه ليك، فيفترض ان انت يعني ال 10 درجات دي يبقى في جيبك يعني كده، لو جمعت هتلاقي 60، الفاينل هيبقى 40%، المجموع كده 100%. طيب زودت حاجه اسمها البونس، يعني انا هتلاقيني طول ما انا ماشي عمال ادي بونس 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 بونس، اوكي، بحيث لو قدرت تجيب 3 بونس خلال الترم بالكامل، او خلال خلينا نقول النص الاول من الترم اللي هو اول 8 اسابيع، هيبقى من حقك ان انت تغير سؤال في الميدترم. اقولها تاني، لو انت جبت 3 بونس هيبقى من حقك تغير سؤال في الميدترم. لو انت جبت 5 بونس هيبقى من حقك تغير سؤال في الفاينل. انا متهيألي مفيش اجمل من كده، انا كل ده تشجيع ليك علشان تبقى انت دايما انجيج ودايما تبقى بس مهتم معايا يا شباب، واخدين بالكم؟ معك ماكس. جميل. المنهج انا ما اكيد انت خدت على بلاك بورد، شوفوا ان انا حملت تقريبا انا محمل المنهج كله يعني، هتلاقيني كل شويه بشيل واحط فيه، فما فيش مشكله. انت عندك سكتين تدخل فيها على المنهج بتاعك، السكه الاولانيه على البلاك بورد، لو دخلت على الكونتنت هتلاقي التفاصيل بشكل كامل، ادي عن الماده اللي احنا كنا لسه شايفينها حالا، وادي اول محاضره اللي احنا هناخدها دلوقتي، ممكن تضغط هنا وتنزل، وده الكتاب. الكتاب بيغطي الجزء البسيط النظري اللي في الاول، فلو انت عايز تبص على الكتاب نفسه اهو، لو انت عايز تبص على الكتاب نفسه اهو. طبعا احنا بعد كده جنحنا بقى يمين وشمال ودخلنا في حاجات تانية كتير، لكن ده الجزء النظري اللي في الاول يعني. طيب خلي بالك انا اصلا الحاجات دي كلها المنهج بالكامل انا رافعه اصلا على الكلاود يعني. انت بص في هنا رابط انا حاططه لك اسمه bit.ly.com/itmadih، لو انت ضغطت على الرابط ده يقول لك متاكد ان انت عايز تروح، اقول له اه، هتفاجئ مفاجاه لطيفه ان المنهج بتاعك اللي موجود في البلاك بورد هو اصلا موجود فين؟ في الدرايف بتاعي انا. ومن ثم انت ادخل بالطريقه اللي تناسبك يعني، عادي هنا
وتشوف المنهج حته حته من بلاك بورد، عايز تيجي هنا وتشوفه على الدرايف. هو طبعا ميزه هنا ان انت ممكن تيجي هنا وتقول له ايه؟ داونلود مره واحده وتنزل المنهج كله وتريح دماغك. اوكي، بس طبعا محتاج بعد كده تبص كل شويه عشان لو في ابديتس، عشان ممكن يبقى في ابديت. طبعا انت لما تعمل داونلود الابديت مش هينزل معاك الا لو انت متقدم شويه، بتعمل حاجه اسمها سينكرونايزيشن، بتعمل فولدر، والفولدر اللي عندك على الديسك توب مثلا بتلاقي كل شويه بيحصل له ابديت حسب ما انا بغير هنا يتغير عندك هناك يعني. بس خلينا يعني كل شويه تدخل على، لا اما تدخل هنا لا اما كل شويه تدخل هنا وتشيك كل اسبوع هل في حاجه جديده ولا لا. المنهج بتاعك اهو بالكامل. يبقى احنا اتكلمنا الماده دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا هنتكلم في مواضيع كتير جدا، يفترض ان دي التقسيمه بتاعتها، عندك الترم، عندك فاينل، عندك تقسيمه الدرجات، وعندك حاجه اسمها البونس، وعندك المحتوى بتاعك، عندك على البلاك بورد، وعندك على الكلاود. الرابط تاني bit.ly.com IT مديح، انت ممكن انت تكتبها حتى بايديك هتلاقيها يعني مش صعب قوي. bit.ly.com IT مديح. ادخلك على طول. اتفقنا يا شباب؟ شباب تمام 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 كل حاجة واضحة لغاية دلوقتي؟ ايوه كل شيء واضح. حد عنده أي سؤال؟ يستطيع أي أسئلة في الجريس في الدرجات؟ تفضل. أحمل لك البوك ولا الويش اسمه اللوكتشر؟ زي ما أنت عايز يعني، دي حاجة ترجع لك. أنا مديك الكونتنت هو بالكامل، أنا كده كده هشرح منين من الباوربوينت. عايز أنت معايا تنزلها وتشوف تقعد تتفرج معايا براحتك، عايز تنزل الكتاب نفسه كمان براحتك. انا منزل لك حاطط لك كل حاجه وتعامل زي ما انت عايز. فاهم قصدي؟ انا لما اجي اشرح دلوقتي هشرح من السلايدز. اوكي يعطيك العافيه. اوكي فين السلايدز تاني؟ اهي بص، لو انت دخلت هنا على السلايدز ده الفولدر ده، فين فين؟ بص بص بص، ليكشر ايه؟ ليكشر 1. هي دي بالظبط، هو ده يعني. لو ضغطت هنا بص اهو، وداك فين؟ على الدرايف بتاعي. ففي الاخر اصلا البلاك بورد انا خليته اصلا يشاور على الدرايف، ففي الاخر بحيث ان انا معدل هنا يسمع لي هنا على طول يعني. فبراحتك يعني، عايز تدخله من هنا ماشي، عايز تدخله من هنا برضه ماشي، ما عندكش مشكله خالص. طيب بس هذه السلايد نفسها اللي في الكتاب يعني، ما ولا السلايدز هي في الكتاب؟ بس يعني ايه في الكتاب يعني؟ ايوه بالظبط الشكل. لا بس معلش، الكتاب مش كافي، خلي بالك لازم برضه يا جماعه يعني. الكتاب انا عايزك انت تستفيد في الجزء النظري، ارجع للكتاب، لكن انت معايا مطالب باللي في السلايدز. ليه؟ لان انا مزود على الكتاب. ولا تاني، انت انا مديك الكتاب كريفرنس عشان عايز ترجع تستزيد في الاجزاء النظريه. اوكي، لكن انت كدرجات كماده انت مطالب بالايه؟ بالايه؟ بالسلايدز. ليه؟ لان هو لان انا مزود شويه او مزود حبتين على الكتاب، وكده كده بعد محاضرتين ثلاثه هتلاقيني سبت الكتاب خالص ورحت بقى في ايه؟ في مواضيع ثانيه خالص. فانت اصلا الايه؟ السلايدز، لكن معاك ريفرنس الكتاب. اوكي؟ جميل. وانا اقترح ان انت يعني لازم وانت بتذاكر وانت بتحضر سلايدز معاك. عايز تبص بقى من الكتاب ده كمان، عايز تبص من كتب تانية برضه خارجية، مفيش مشكلة، بس الأساس بتاعك السلايدز. أوكي. جميل. طيب. ها نبتدي؟ خليني كده أشوف الأول مين جه بقى ومين ما جاش. هستوب الشير ثانية. مين دخل دلوقتي؟ أنا شايف أحمد دخل، حسين موجود، حسين، أنا سجاد، عاصم عبد العزيز، عبد العزيز علي، حسين، مصطفى أنا معاك،
هاشم يوسف 16 واحد. هو احمد بس الاستاذ احمد حسين اتوقع صح؟ استاذ احمد معايا؟ استاذ احمد ايه نعم. طيب تعالى كده نتشيك. انا هضطر اخد اسف ان اخد بالغياب يعني. طيب ليه؟ حلو، هاخد الغياب دلوقتي بقى. اوكي. الاستاذ احمد حسين ايه خلاص موجود. الاستاذ احمد المطيري مش موجود. الاستاذ حسين مجدي اوكي. استاذ حسين مهدي موجود. استاذ هلال عتيبي موجود. استاذ خالد. الاستاذ انطالي بقى اسم كده صح؟ سجاد. سجاد صح؟ ايوه سجاد. ايوه اوكي. استاذ عاصم. ايوه هنا. الاستاذ عبد العزيز الشمري. استاذ عبد العزيز الشمري اوكي. صوت بس بتاعك مش طالع. الاستاذ عبد العزيز عبد الرحيم. استاذ عبد العزيز عبد الرحيم مش موجود. استاذ عبد العزيز مسفر اوكي. الاستاذ علي هزاع. استاذ عمر. استاذ قاسم موجود. اوكي. الاستاذ مصطفى الغانم. استاذ مصطفى. استاذ مصطفى منير. هي صدفة استاذ مصطفى منير ان في اتنين مصطفى منير؟ ده محض صدفة يا شباب. في علاقة ما مثلا، قرابة ما يعني، هل مثلا أبو سعود هي العبيدي مثلا بطريقة أو بأخرى؟ أوكي. مصطفى منير. مصطفى منير أوكي. أستاذ معتز. أستاذ منتظر. أستاذ ناجي. أستاذ نواف موجود. أوكي. أستاذ هاشم. أستاذ هشام. أستاذ ياسر. أستاذ يوسف موجود. أوكي. ننطلق بقى عشان الوقت. احنا بص يا شباب، احنا المفروض احنا من 11 ل 11:50 صح؟ انا يعني أأيد ان احنا مثلا ناخد تلت ساعة وبعدين نرجع. ايه رأيكم عشان الصلاة؟ تلت ساعة تالي كفاية؟ ليه رأيك يا استاذ؟ يعني مثلا نرجع 12:10 ونقعد 50 في 50، يعني عايزين ايه 100 دقيقة يعني. من لو احنا رجعنا 12:10 يعني 12 ل 10 الواحدة، وبعدين من واحدة لواحدة 50، ايه رأيكم؟ يعني 11 نخلص 50، هديكوا تلت ساعة لغاية 12:10، ومن 12:10 هنقعد 100 دقيقة، يعني نقعد ساعة، يعني نقعد 50 دقيقة الواحدة، وبعدين 50 دقيقة كمان لواحدة 50، اتفقنا؟ يعني عندنا بريك يا جماعة من 11:50 ل 12:10 ان شاء الله تعالى. طيب نبتدي بقى الحق. موضوع بسيط قوي، هو ده احنا الليكشر بتاعتنا اهي. تعالى اعمل لكم شير. شير السكرين. استنى بس يشير.
تالي انتوا كده شايفين. ايوه اهي شايفين. طيب اول فاهمك. لو حصل اي حاجه فجاه او ما انتوش شايفين على طول قول لي. ها خلاص، يبقى ده اول شابتر في الكتاب احنا هبتدي منه، وبعدين هكمل في الاخر الاجزاء اللي بالنسبه لي مهمه، بس خلينا نبتدي في الجزء النظري. طيب computers are everywhere، الكمبيوترات طبعا في كل حته. انتوا خلاص الجيل بالذات انتوا عارفين الكلام ده اكتر مننا احنا الكبار. في كلمه بتعبر قوي عن computers are everywhere. everywhere دي لما يكون عندك حاجه متغلغله في كل جوانب حياتك بنسميها ubiquitous. ubiquitous دي يعني ايه؟ يعني موجوده في كل حته، تاثيره الانفلونس بتاعه في كل حاجه في حياتك. خلاص ubiquitous يبقى موجوده في كل حاجه في حياتك. فالكمبيوتر ميزته ان هو متغلغل. خلي بالك انت المجال بتاعنا علم خادم. يعني ايه علم خادم؟ يعني انت مش بتتعلم من الكمبيوتر للكمبيوتر، المفروض ان الكمبيوتر بيحل لك مشاكل حياتك كلها، سواء في الصناعه، في الزراعه، في التجاره، في واتس، في البيزنس، في اي حاجه، في الكوميونيكيشنز، في الطيران، في المواصلات، وات ايفر، هو حلال مشاكل، وسيله لحل المشكله. اوكي، ايه هو الكمبيوتر؟ الكمبيوتر هو ما هو الا ديفايس او جهاز كهربائي الكترونيك شغال جواه الكترونكس، يعني معتمد ان في شفره او معتمد ان جواه مجموعه من الاوامر. الاوامر دي بتتخزن في ذاكره. خلاص، الاوامر دي هي المسؤوله عن تشغيل الكمبيوتر. فالكمبيوتر بيشتغل ازاي؟ ان عنده مجموعه من الاوامر. طب الاوامر دي موجوده فين؟ موجوده في الميموري. الكلام ده هنفصص فيه كتير قوي، بس انا عايزك دلوقتي يهمني انك تاخد الصوره العامه. في حاجه بنسميها الانفورميشن بروسيسنج سايكل. يعني ازاي احنا بنطلع بمعلومه في اي حاجه في الدنيا. خلي بالك حتى من غير كمبيوتر، انت يعني ازاي بتطلع بمعلومات؟ ازاي بتقدر تعمل تقارير عن حاجه؟ هتلاحظ ان انت اللي بتعمله ان انت بتجمع المعلومه وبتقعد تعمل لها عمليه تحليل، وبعد ما بتعمل تحليل بتطلع بالتقرير في الاخر. نفس الفكره في الكمبيوتر. الكمبيوتر لازم تدخل له البيانات اللي بنسميها الداتا او الداتا حسب نطقك، بندخله الداتا بتاعتنا او بنسميها الانبوت. فانت بتكولكت المعلومات، بتكولكت البيانات خلينا نقول عشان نبقى دقيقين، وبتدخلها على الكمبيوتر. الكمبيوتر بيعمل لها بروسيسنج، وبعد ما يعمل بروسيسنج بيقدر ان انت تطلع الايه؟ الانفورميشن منه. فعشان كده بنسميه بنعمل انبوت، بندخل على الكمبيوتر، بنعمل حسابات، بنعمل كالكوليشنز، بنعمل بروسيسنج، وبعدين بيبقى في الاوتبوت الانفورميشن فيه بتطلع. فالفرق الرئيسي بين الداتا والانفورميشن، الداتا هي الحاجه الخام اللي داخله لسه على الكمبيوتر، المطلوب ان هو يعمل عليها تحليل فيطلع بنتيجه او يطلع بالمعلومه اللي بنسميه الانفورميشن. فده الانفورميشن بروسيس سايكل. عندك انبوت، وبعدين عندك بروسيسنج اوتبوت، او ممكن تقولها عندك داتا، عندك بروسيسنج، عندك اوتبوت. احيانا هتلاقي بعض الرسومات ما بين الداتا وما بين البروسيسنج يحط لك هنا في النص حاجه اسمها الستورج. يعني ايه ستورج؟ يعني ايه ستورج؟ تخزين. تخزين، لان انت لما تدخل بيانات على الكمبيوتر محتاج حضرتك ان انت تخزنها الاول قبل ما تعمل لها بروسيسنج، وبعد ما تعمل البروسيسنج راح مطلع الاوت. كلام بيتهيألي يعني بسيط قوي يعني. جميل، خد المثال اللطيف ده. بيقول لك تخيل ان انت رايح اهو، انت رايح اهو في بقاله معينه، راح تشتري شويه حاجات، فهتشتري مجموعه من الايتمز. من الايتم الاولاني، من السلعه الاولانيه، هتجيب بندين مثلا، يعني كيسين مكرونه، كيس رز، ثلاث اكياس مش عارف ايه، اربعه بيبسي، ثلاثه عصير، اثنين شوكولاته، ايا كان. فهنا الايتم اللي انت هتجيبه، وهتجيب منه كام عنصر وسعر العنصر كام. اوكي، وهتدي الكاشير مثلا سي 20 ريال او 20 دولار. طيب بص بقى، يفترض ان المعلومات دي، البيانات دي، هتدخل على الكمبيوتر. الكمبيوتر يعرف ان انت دفعت 20، وان انت خدت الايتمز دي، وكل ايتم جبت منه، كل سلعه جبت منها كام عدد، العدد كام، يعني من السلعه دي جبت منها 2، من السلعه دي جبت منها 1، من السلعه دي جبت منها 1، من السلعه دي 1، من السلعه دي 3. جميل، الكمبيوتر يعمل شويه بروسيسنج، وشوف بقى التقرير الجميل اللي طلع لك في الاخر.
قال لك ان الفرع الفلاني مثلا للبقاله دي او للهايبر ده، وادي الايتمز وادي الاعداد، هي نفس الموضوع بس الشكل اتغير. وعمل لك هنا حاجه اسمها الايه؟ التوتل. يعني ايه عمل التوتل؟ ضرب سعر المنتج في عدد الايه؟ عدد الوحدات. لما تضرب ده في ده يطلع لك ده. عمل كده مع كل السلع اللي انت جبتها، وقال لك بما ان انت جبت يعني دفعت كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى المجموع الكلي 13 ريال. طيب انت دفعت كام؟ 20. يبقى معنى كده المفروض ان الكاشير هياخد ال 20، يحسب ان هو هياخد منها 13 ويطلع لك الباقي، فيطلع له ان هو المفروض يرجع لك كذا. ده بنسميه انفورميشن، لان انا عمليه تحليل على البيانات. يبقى عملت عمليه تحليل على البيانات وطلعت بنتيجه، وطلعت كمان تقرير شكله حلو هيفيدك انت، يفيد الكاشير عشان يقدر يدفع لك الفلوس المطلوبه، ويفيدك انت عشان تعرف ان انت اشتريت بكام وخدت حقك في الاخر ولا لا. ده مثال بسيط عن الفرق بين الداتا والانفورميشن. واضحه دي؟ كلام واضح؟ واضح واضح. احنا لسه ما شباب يركزوا وتعش، احنا لسه ما دخلناش في الجد، احنا بس انا بحاول افتح كده معاكم الدنيا. طيب من الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير للمبتدئين في المجال بتاعنا، ان فاكرين الانفورميشن سيستم او نظام المعلومات عباره كله عن كمبيوترات، يعني يا اما هاردوير، ان انت بتتكلم عن المعدات، الجهاز، الكمبيوتر بتاعك، السمارت فون، الاندرويد، الايفون، واتس ايفر، او السوفت وير اللي هي الابلكيشنز والبرامج اللي تنزل عندك على التليفون او اللي تنزل عندك على اللابتوب. فالموضوع كله هاردوير وسوفت وير. او لو انت منزل مثلا ساي مثلا ملف اكسل ولا وورد، فانت حاطط شويه بيانات فيهم، فالديتا. فدايما تصور الناس ان نظام المعلومات هو مزيج من البيانات والسوفت وير والهاردوير، وده مش غلط. بس الغلط ان ده مش كفايه، لازم تضم لهم حاجتين. الناس اللي هو مين الناس؟ الناس اللي عملت نظام اللي عامله النظام ده، الناس اللي مستفيده منه، الناس اللي طلبت النظام ده يتعمل، دول لازم تضيفهم للنظام. مفيش نظام من غير ناس، ومفيش نظام، كلمه نظام يعني ايه؟ نكون منظمين. يعني ايه نكون منظمين؟ يكون عندنا اجراءات علشان احنا مشينا على اجراءات معينه قدرنا في الاخر ان احنا نعمل نظام. فلازم في الاخر يبقى في ناس، مين اللي هيهتم؟ مين اليوزر؟ مين العميل بتاعك؟ طب مين اللي هيدفع ثمن النظام؟ ده لازم يتضاف عندك في الحسبه بتاعتك. طب ايه البروسيدرز اللي احنا هنمشي عليها؟ ايه الاجراءات اللي احنا هنعملها عشان نعمل النظام ده؟ طب ايه الاجراءات اليوزر هيعملها عشان يستخدم النظام؟ دي كلها بروسيدرز. فالنظام مش بس هاردوير وسوفت وير وديتا، لا ده كمان بيبل وايه؟ وبروسيدجرز او اجراءات. اوكي؟ طيب طبعا دي السلايد دي عباره عن محاضرتين بعد كده، بس يعني خلي بالك الكومبوننت بتاعت الكمبيوتر، لو انت بصيت على الكمبيوتر من بره ومن جوه هتلاقي ايه؟ هتلاقي فيه انبوت ديفايسز. يعني ايه انبوت ديفايسز؟ انت ازاي تتعامل مع الكمبيوتر؟ ازاي بتدي له اوامر؟ لا اما من خلال الماوس، لا اما من خلال الكيبورد. لو انت في حاله السمارت فون او لو انت عندك لابتوب جديد شويه هتلاقي ان هو بقى تاتش، فانت ممكن تضغط على الشاشه فتدي له الامر. ممكن بتجرب ان انت ممكن في سواء في ويندوز مثلا 10 او عندك في السمارت فون تدي الامر ببقك وهو يترجمه الاوامر، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ كل ده انبوت ديفايسز، انت اتعاملت ودخلت الامر اللي انت عايزه للكمبيوتر. العكس بقى، طب هو يطلع لي ازاي؟ غالبا بيطلع على السكرين، بس مش بس السكرين، لانه ممكن يطبع لك مثلا، ممكن تعمل برنت الورقه فتاخد الورقه دي معاك، ده اوتبوت. طيب السمارت فون بقى ده لو انت فتحته من جوه، او اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر، لو انت عندك كمبيوتر الكبير بتاع البيت ده لو انت فتحته من جوه هتلاقي في حاجات كتير جدا. في حاجه بنسميها السيستم يونت. تعالى كده يا رب تكون الصوره عندي. اهي بص، شايفين دي الكيسه؟ دي الكيسه، احنا دايما بالعربي بقول لك ايه الكيسه. الكيسه دي بنسميها السيستم يونت. سامعين يا شباب؟ سامعين سامعين. ده بنسميها السيستم يونت. ده فيها بلاوي بقى زرقاء، ده احنا بقى هنقعد نفنط فيها ايه اللي موجود جوه البتاع دي، ازاي السحر ده بيشتغل. ده جواه حاجات كتير جدا جدا. دي اسمها ايه؟
سيستم يونت، اسمها سيستم يونت. طيب من ضمن الحاجات الموجوده السيستم يونت، من ضمن الحاجات اللي جواها في حاجه بنسميها الاستورج زي الهارد ديسك. انت عندك المعلومات، المعلومات بدل ما تقفل الكمبيوتر وتفتحه بتلاقي المعلومات لسه موجوده. ليه؟ عشان موجوده عندك على الهارد ديسك. طيب بس مش دايما، يعني ممكن اشغل على ملف وورد الكهرباء تقطع افتح الاقي المعلومه راحت. ما هو اصل المعلومه دي ما كانتش على الهارد، كانت موجوده في حاجه تانية اسمها الرام. فانت عندك نوعين من الذاكره، في ذاكره مؤقته وفي ذاكره مستدامه او دائمه. الكلام ده هناخده، بس اعرف دلوقتي ان انت عندك نوعين من الذاكره. زي الحقيقه انت كبشر انت كده برضو، تخيل انت عندك نوعين من الذاكره، في حاجه بنسميها الذاكره القصيره وعندك حاجه بنسميها الذاكره الطويله. يعني انت دلوقتي عمال تسمع مني، كل اللي انت بتسمعه ده ذاكره قصيره. لو انت قلت يا سلام ده كلام جميل قوي وسهل وبتاع مش عارف ايه، كل سنه وانت طيب، رحت نعمل لغايه الاسبوع الجاي ابقى قابلني لو انت افتكرت اي حاجه. لكن لما تعيد وتزيد، تعيد يعني غالبا الناس بتعمل ايه، بتعيد مثلا المحاضره في نفس يومها وبتعيد في ثاني يوم وبتعيد ثالث يوم، بعدين تيجي قبل ميعاد المحاضره على طول تروح عيدها مره كمان. بتعمل ايه؟ بتنقل المعلومات من الذاكره القصيره للذاكره الطويله. خلاص احنا كبشر بنعمل كده. الموضوع مختلف شويه في عالم الكمبيوتر، بس ستيل في عندك نوعين من الذاكره، ذاكره قصيره وذاكره طويله، الاثنين مهمين جدا. وفي عندك الكوميونيكيشن، ده بسيط قوي، زي المودم، الراوتر اللي عند حضرتك في البيت. دلوقتي دخلت من البيت ازاي؟ عندك راوتر، الراوتر ده مدخلك على الانترنت. طيب ماشي، انا عندي راوتر في البيت، ازاي الكمبيوتر بتاعي او الفون بتاعي ازاي شبك معاه؟ علشان انت عندك حاجه اسمها الواي فاي. فانت عندك حاجه صغنطوطه قوي كده، الكترونيك صغيره، شيب صغيره قوي، بتلقط السيجنال بتاعت الواي فاي من الراوتر وبتدخلك على الانترنت. حاجه فظيعه جدا. الكلام ده هنفنط فيه في النتوركينج. فانت عندك انبوت، عندك اوتبوت، عندك سيستم يونت اللي هو الكيسه الكبيره دي، عندك نوعين من انواع الذاكره، وتقدر تعمل تواصل مع خلق الله كلهم من خلال الانترنت او حتى من غير انترنت، تقدر تعمل كوميونيكيشن من خلال البتاع ده، من خلال الموبايل، تتصل بالموبايل او تبعت اس ام اس. في الاخر لو انت بصيت كسيستم عند الشركه نفسها، شغال اس تي سي، شغال موبايل، شغال زين، في الاخر هو كل ده كمبيوترات يعني. طيب لو انت بصيت هنا زي ما قلت، ده الايه؟ ده السيستم يونت. اوكي؟ طيب لو هنا بص، شايف ده السي دي روم، عندك كده سي دي روم يدخل ويطلع، وعندك جوه في حاجه اسمها الهارد ديسك، اللي هو الهارد ديسك اللي عليه البيانات بشكل مستدام. وادي الكيبورد، وقلنا دي بتدخل بيانات، والماوس بيدخل بيانات، السبيكر بيطلع بيانات، ما هو الصوت ده بيانات. وعندك كاميرا بتدخل بيانات. وعندك المودم او الراوتر اللي بيعمل كوميونيكيشن، بيوصل ناس مع ناس او جهاز مع جهاز. وعندك مايك اللي انا بتكلم فيه ده بيدخل بيانات. وعندك اليو اس بي ده ستورج زي الهارد ديسك بالظبط، باختلاف الحجم، بس هو الميموري، كارت الميموري الصغير بتاع الموبايلات، ما هو ده ستورج. السكانر، سكانر يعني تحط الورقه اللي انت عايز تعملها سكان وتدخلها على الكمبيوتر، عكس البرينتر. البرينتر بتطلع من هنا، يعني بتدخل من هنا المعلومه تطلعها من هنا، فكده ده اوتبوت. لكن هنا بتحط الورقه وتطلع لك هنا، فبتدخل على الكمبيوتر. الله اكبر، الله اكبر. 10 دقايق بالظبط وناخد البريك بتاعنا ان شاء الله ده. استنى بس دقيقة عشان الأذان. Thank you.
طيب نكمل. طيب يعني معنى كده الكمبيوتر ده حاجه عظيمه جدا. طبعا يعني ده كله مزايا مالوش اي عيوب، لا في بعض العيوب البسيطه. يعني هو ايه المزايا؟ المزايا السرعه، واسرع مننا مليار مره. وبعدين ريلايبل عننا. يعني ايه ريلايبل عننا؟ ريلايبل وكونسيستنت الحقيقه. يعني ايه ريلايبل؟ يعني انت تقدر تعمل حملات حسابيه قد ايه مثلا؟ يعني ساعه ساعتين، بعدين دماغك هتهنج يعني هتتعب. هو ريلايبل، ممكن يقعد يشتغل وصله بالكهرباء وشغل. بعدين هو كونسيستنت، يعني انت مثلا لو اديتك عمليه حسابيه وانت شاطر في الماس وكل حاجه، عملية التانية التالتة الرابعة العشرة ممكن تغلط، انت بشر. لكن هو كونسيستنت، ما فيش الكلام ده، ما فيش. يعني انت مثلا النهاردة انت كويس وقاعد كده وهادي وديتك عملية حسابية صعبة فطلعتها، نفس العملية الحسابية بعد اسبوع وانت هلكان وتعبان ممكن تعملها غلط، فانت مش كونسيستنت. الاستورج هو يقدر يخزن مساحات جبارة من البيانات. الكوميونيكيشنز هو ممكن ان هو يوصلك مع حاجات تانية ويعمل شبكة كاملة بين النوتس او بين الاجهزة او بين الاشخاص، فدي ميزات رهيبة جدا. طب ايه المشاكل؟ اول مشكلة البرايفسي. يعني تحس احنا في عالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، خاصة على الانترنت، مفيش اي نوع من انواع البرايفسي. لما تبص على الانستجرام، لما تبص على تويتر، كل واحد بيعمل اي حاجة لازم يحطها، فما تعرفش، تحس مفيش حياة شخصية بالمفهوم بتاع زمان. يعني الدنيا اتغيرت عن زمان كتير، يعني فما فيش برايفسي. خاصه السيرفيلانس سيستم، ان كل الحكومات بتحاول، مثلا انت طول ما انت ماشي ساهر بيلقطك، طب احنا ممكن بعد كده نستغل ده ان انا اعرف انت فين، فانت تعرف كل واحد موجود فين بقى بالظبط، وتقدر تعمله تتبع. يعني فما فيش برايفسي، تحس ان انت في كل الدنيا خلاص ما فيش برايفسي. النقطة الثانية انك ممكن تأثر بشكل سلبي على سوق الأيدي العاملة. يعني انت زمان لو كنت محتاج 10، دلوقتي محتاج 2-3 شاطرين يشغلوا الكمبيوتر ويخلصنا على كده. الحاجة الأخيرة، هل التأثير على الانفايرمنت او على البيئة اللي حواليك؟ لأن دلوقتي عارف التصنيع بيتم على ماس برودكشن، يعني المصنع مش بيطلع لابتوب واحد ولا تو لابتوبس، ده ممكن تلاقيه كل يوم بيطلع الافات من اللابتوبس. فكل ده ليه مخلفات، ليه ويست، ليه رابش لازم يترمي. فكل ده بيأثر بشكل سلبي على البيئه. يعني مثلا يعني يمكن هم الثلاثه دول الاساس واكثرهم تاثيرا الحقيقه، اللي هو البرايفسي. لذلك ابتدوا دلوقتي يطلعوا مفهوم حاجه اسمها الجرين كومبيوتنج. ايه هو؟ اللي هو ان انت لو في لابتوب مستغني عنه ممكن تبيعه، وبعدين اللابتوب ده يتعمل حاجه اسمها ريسايكلينج، من اول وجديد يعاد تصنيعه بموديل احدث ومواصفات افضل و و و و فانت بتستغل الريسورسز، بنحاول نستغل نرشد استخدام الريسورسز او مواردنا اللي هي اوريدي موارد محدوده جدا بالنسبه عددنا احنا كبشر على كوكب الارض. يعني ان يبقى في مجموعه من المعايير بروسيسز بتنظم عمليه التصنيع، ان تستهلك قد ايه، ما تستهلكش اكتر من كده. زي صناعه الاخشاب، انت ما ينفعش عشان تصنع تعمل فرنشر او اساس، ما ينفعش تولع لي في غابه كامله وتقطع الشجر بتاعها. نفس الفكره، ما ينفعش ان انت تستهلك زياده عن اللزوم الماتيريال او من المواد اللي انت هتستخدمها في التصنيع. ان انت تحاول وانت بتصنع ان الجوده تبقى عاليه، بحيث ان الكمبيوتر يعيش مده طويله مع الناس، مش كل شويه، مش كل سنتين هيضطر ان هو يشتري كمبيوتر تاني، ومن ثم يستهلك مزيد من الموارد. بس ده الحاجات اللي هي الاساسيه يعني. طيب طبعا نتورك احنا قلنا هنفنط فيها كتير، يمكن حتى بدءا من المحاضره الجايه هنبتدي نفنط فيها. لكن هو النتورك ما هي الا ان انت عندك كذا كمبيوتر او كذا جهاز، مش لازم كمبيوتر زي الكمبيوتر اللي في البيت، لابتوب، ممكن يكون سمارت فون، عندك كذا جهاز وبتوصلهم مع بعض علشان تعمل حاجه اسمها شيرنج. شيرنج يعني ايه؟ عايز عندي معلومه عايز اوديها لك، وانت عندك معلومه عايز تديها لي، فبنعمل شيرنج. او ممكن نعمل شيرنج للريسورسز مش بس للمعلومات،
يعني ايه شيرنج للريسورسز؟ يعني احنا قاعدين في مكتب واحنا 10 وعندنا برينتر واحد، انا مش هجيب برينتر لكل واحد في العشرة، هو برينتر واحد كلنا بنطبع من خلالها، من خلال ان احنا كلنا شبكه واحده ومعانا في نفس الشبكه البرينتر، فكلنا نقدر نبعت الامر للبرينتر ان هي تطبع الورقه اللي احنا عايزينها. فاحنا كده مشيرين البرينتر، مشيرين زي ما يكون مثلا 3 4 اشتروا مثلا عربيه والاربعه بيروحوا بيها الشغل ويرجعوا بيها من الشغل مثلا، نفس الفكره يعني، بس طبعا على مفهوم اوسع يعني. خلاص، فدي الشبكه مجموعه، يقول لك collection of computers and devices، مجموعه من الاجهزه connected together، متوصلين مع بعض. والله متوصلين ازاي؟ بشغلتي بقى، ممكن يكون وايرد، ممكن بسلك، ممكن يكون وايرلس، ممكن يكون من غير سلك، واي فاي مثلا. اوكي، وبناء على المفهوم ده طلع الانترنت. هنشوف بعد كده تاريخيا الموضوع النت ده حصل ازاي، بس في الاخر هي الانترنت هو يعني شبكه وشبكه 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 شبكناهم مع بعض، عندك حاجه اسمها الانترنت، هو شبكه من الشبكات، اكبر شبكه من الشبكات على مستوى العالم. تضم بقى ايه؟ تضم البيزنسز، يعني الحاجات، المواقع بتاعت البيزنس زي الامازون، و تضم ايفن حتى الحكومات، مش انت تدخل على ابشر، مش ابشر ده على الانترنت، تضم المؤسسات التعليميه زي معهد الاداره، تضم الاشخاص، انت ممكن ترفع في ثانيه موقع لنفسك على الانترنت، وان شاء الله احنا في الكورس هنحاول نعمل كده، هستغل معلوماتك في الكورس الويب ان نخليك تعمل ببلش للسي في بتاعك عشان تبتدي تتعود انك تبقى دايما متواجد على الكلاود يعني. طيب، طب وبعدين يعني ايه بقى فايده الكلام ده؟ لا، طبعا فوائد اكتر للبيزنس يعني، لكن احنا كاشخاص بنستخدمها استخدام مختلف. احنا ممكن نستخدمها في الانترتينمنت، صح، مش غالبا في سنكم يعني، في الانترتينمنت، عايز تتفرج على موفي، تتفرج على مش عارف ايه، عايز تنزل فيديو يعني زي الفيديو اللي بتاع المحاضره ده، ممكن بعد المحاضره تروح داخل على البلاك بورد وتعمل داونلود للمحاضره، عايز تعمل شيرنج الانفورميشن، ده كان الاستخدام الاساسي، عايز تدخل على موقع، عايز تدخل على محل، عايز تدخل على البنك بتاعك، عايز تعمل تريدنج في البورصه مثلا، عايز تعمل بحث، فمحتاج تبص على مواقع، يعني على موقع زي جوجل مثلا او جوجل سكولر، بيجيب لك الافات او ملايين من ريسيرش بيبرز، فتعمل منها البحث بتاعك وهكذا. طبعا استخدامات ايه لا حصر لها. وبعدين انت لما فهم السوشيال نتورك ان انت الناس تبتدي تشير حاجات شخصيه عن نفسها مع استخدام ده بعد كده في الاعلانات، اكيد موضوع الفلوس والبيزنس داخل في كل حاجه، لكن هو كان في الاساس ان كل واحد بيشير افكاره، يشير قصصه، يشير فيديوهات الموسيقى بتاعته، الفوتوز بتاعته، وبعد كده دخل بعد كده ايفن حتى على مستوى مثلا زي الفيسبوك او بتاع، لازم بيدخل بقى البيزنس ويدخل فيها ليه؟ يعني مثلا تلاقي مثلا واحد صفحه عنده 30 40 50 200 300 الف مشترك، خلاص، وفجاه عايز ينزل اعلانات بياخد فلوس لانه عنده مشتركين كتير، فالاعلان هيوصل لجمهور كبير، فجاه عايز يبيع الصفحه، يحقق مبلغ وقدره. ليه؟ لان الصفحه دي فيها عدد مشاهدات كبير وعدد مشاهدين كبير، فالايجنسي او المؤسسه اللي هتاخد الكلام ده كوسيله للاعلان بتخاطب ناس كتير وهكذا. طيب بصوا، انا هوقف هنا دلوقتي علشان الصلاه لمده 3 ساعه. قبل ما اطلع، حد عنده اي سؤال؟ شباب، انا متخيل تصوري ان الدنيا تهيألي الدنيا بسيطه لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه يعني، احنا لسه بننقنق يعني. خلاص، طيب دلوقتي بصوا يعني 11:52 عشان بس الوقت، عشان نقدر نمشي 2 للـ10، نحاول نيجي قدر المستطاع الساعه كام؟ الساعه 12:10، اتفقنا؟ يا دوب صلوا وتعالوا لي تاني على طول. انا عندي دلوقتي 11:52، نرجع 12:10. اوكي، مفيش بريك تاني يا جماعه يتاخد، هو بريك ده خلاص على كده لغايه ما نخلص ان شاء الله. اتفقنا؟ 12:10. اشوفكم على خير، كمان 3 ساعة. سلام، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شباب، دقيقة وهنبتدي. مستني كله دقيقة وهنبتدي. السلام عليكم شباب، كله سامعني؟ ايوه استاذ، كله تمام؟ طيب الحمد لله. السلام وصل لك؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب خليكم معايا ثاني. طب شباب هشارك السكرين، يلا بسم الله نكمل. بسم الله تبارك الله. طيب شايفين الشاشة يا جماعة؟ ايوه. طب احنا وصلنا لغاية هنا. لما نتكلم حد يقول لك بروجرام هو قصده سوفت وير، سوفت وير بروجرام، بروجرام سوفت وير، سهلة. بس في بقى نقطة، في عندنا تو لايرز او مستويين للسوفت وير. في حاجه بنسميها السيستم سوفت وير، وبنحط عليه حاجه بنسميها الابلكيشن سوفت وير. يعني هي انا كنت افضل ان الرسمه دي تبقى بالعكس، عشان انت بتحس ان دي اللي تحت ودي اللي فوق. يعني السيستم سوفت وير اللي هو نظام التشغيل نفسه. الكمبيوتر من غير نظام التشغيل حته حديد، نظام التشغيل هو مجموعه الانستراكشنز اللي بتقوم الهاردوير. جميل. بس خلي بالك ان الهاردوير ده برضو يعني احيانا انت بتجيب مثلا بتحط كارت، مثلا الكارت ده كانت كارت نت، مثلا كارت نت او كارت جرافيكس زي ما هنشوف. ان انت الكمبيوتر بيجي لك
لو انت شاريه بيجي لك بامكانيات معينه، ممكن تزود الامكانيات بتاعته، بتحط كده كارت من جوه يزود لك الامكانيات بتاعته. الكارت اللي انت بتحطه ده عندك حاجه من اثنين، ليه ما تحطه ليه يشتغل كده على طول؟ معنى كده دي الشركه دي شاطره متفقه مع نظام التشغيل، لما تشوف الكارت ده تعرف انك شغال البرنامج الفلاني، والبرنامج الفلاني ده نازل مع ايه؟ نظام التشغيل نفسه. واحيانا تحط الكارت لك مش شايفه خالص نظام التشغيل، فساعتها الكارت بيجي معاه اسطوانه بنسميها اسطوانه التعريف، ده بنسميها يوتيليتي بروجرام، اسطوانه التعريف بتعرف لك الهاردوير ده خلاص عشان نظام التشغيل يعرف يتعامل معاه. ايا كان ده اللير اللي تحت، ان تتعامل مع نظام تشغيل وتتعامل مع هاردوير و و على الكلام ده كله بتنزل التطبيقات بتاعتك. ده التطبيقات اللي انت شغال بقى بيها، ده اللير بتاعتنا احنا كمبرمجين. مش مطلوب مننا الحاجات دي الحقيقه، مطلوب مننا ده ان احنا نعمل تطبيقات تنزل على نظام التشغيل وعلى الدرايفرز اللي بتشغل الايه الهاردوير المختلفه. يبقى انت فين، انت فين شغلك؟ طبعا محتاج تكون عبقرينه عشان تنقل من هنا لهنا. هو في الاخر العمل ده برضو مين؟ مبرمجين برضو، بس غالبا 99% يعني 0.99 هتلاقي كله شغال في الحته دي ابلكيشن سوفت وير. يبقى احنا شغالين فين يا جماعه؟ في الابلكيشن سوفت وير مش في السيستم سوفت وير. خلي بالك طبعا كلمه سيستم كلمه برضو ليها كذا سياق، لكن انا مقصود في مقارنه بالسيستم سوفت وير في حاجه اسمها الابلكيشن سوفت وير. طيب ودام البرامج اللي انتم ان شاء الله هتبتدوا تعملوها السنه دي حاجات شبيهه كده، ده على فكره لغه فيجوال بيسك، سواء فيجوال بيسك عادي او فيجوال بيسك دوت نت، ده في بي دوت نت اوكي. لا مش هتاخدوها، هتاخدوا حاجه ثانيه اسمها سي شور، شبيهه قوي بالكلام ده، تعمل بيها ايه شاشات وبتاع وحاجات جميله. ده اللي هتعمله، يعني انت الترم الاولاني انت مطالب ان انت تقدر تعمل حاجه بالمنظر ده اوكي، وتبتدي تعمل الكلام ده برضو على الويب. بعدين الترم الجاي هتبقى مطالب ان انت على الويب تربط الصفحه بتاعتك، تربطها بقاعده بيانات. يعني انت دلوقتي واخد الترم ده ايه؟ واخد قاعده بيانات واخد الويب، بس انت واخدهم منفصلين. الترم الجاي هتشوف ازاي تقدر تربطهم مع بعض. الترم الاخير هتاخد ازاي تقدر تعمل الكلام ده على الموبايل ابلكيشنز. فهي يعني خطه طويله بس خطه لطيفه جدا، حاول تمشي واحده واحده عشان تطلع بكل الكورسز عشان في الاخر تطلع شاطر. يبقى ده السوفت وير اللي احنا عايزين نعمله. طيب الكمبيوترز بتاعتنا عندك انواع كتير، في منها الديسكتوب كمبيوتر اللي هو موجود عندكم في المعامل زي ده، او موجود عندكم احيانا في البيت، ده ديسكتوب كمبيوتر بيبقى ايه فول بلاجت بقى والشاشه الكبيره والكيسه الكبيره. ده طبعا ده بيرسونال كمبيوتر، سواء انت هتشتغل بي سي عادي او هتشتغل ايه ابل في جميع الاحوال، هو ده ايه، ده انت بتستخدم ايه بيرسونال كمبيوتر شخصي، استخدام شخصي. وهنا عايزين نفرق بين حاجه اسمها الموبايل كمبيوترز والموبايل ديفايسز. الموبايل كمبيوتر هو الكمبيوتر اللي انت ممكن تنقله من مكان لمكان، تقدر تنقله من مكان لمكان زي اللابتوب، ممكن اخده من مكان احطه في مكان اوكي. لكن ده في حاجه ثانيه بنسميها الهاند هيلد، اللي ممكن تحطه كده تمشي بايدك، يعني زي السمارت فون تاخده في ايدك تاخده في جيبك وتتنقل بيه، ده بيسموه موبايل ديفايس. بدل ما نقول يعني موبايل كمبيوتر، هو كمبيوتر برضه بنسميه موبايل ديفايس. يبقى ده الفرق بين موبايل كمبيوتر الكبير وفي الاخر فرق السايز، يعني موبايل وفي الاخر بس الاثنين بورتبل. يعني ايه بورتبل؟ يعني بتنقله من مكان للتاني. لو حاجه كبيره موبايل كمبيوتر، حاجه صغيره موبايل ديفايس. السيرفر يعني ايه سيرفر؟ يعني انت دلوقتي لو انا جيت دلوقتي دخلت على جوجل وعملت سيرش عليه، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل على كده اقول لك كده كده اللي حصل ان انت قاعد هنا اهو، ادي الجهاز بتاعك وادي جوجل، وانت واصل طبعا من خلال الانترنت. طبعا دايما بنعملها كده شكل كلاود كده في النص خلاص. فالمثل انت بتبعت هنا حاجه اسمها ريكويست، بتعمل طلب، كان المفروض تاخده في الويب ان شاء الله. فانت بتعمل طلب من الجهاز بتاعك ان انت عايز الصفحه الفلانيه، جوجل يقول لك يا سلام خد، يا سلام خد دي بتطلع لك كاي حاجه اسمها اتش تي ام ال، فيطلع لك هنا على الصفحه بتاعتك. فبتعمل حاجه اسمها ريكويست، وهو السيرفر ده السيرفر الاس اهو،
السيرفر بيعمل حاجه اسمها ريسبونس، يعني انت بتعمل طلب وهو يستقبل الطلب ويرد عليه، فده بنسميه ريكويست وده بنسميه ريسبونس. ريكويست مع الريسبونس الاثنين دول مع بعض بنعمل حاجه اسمها راوند تريب. انا يهمني الكلام ده تبقى انت عارفه يعني. فانا بص هعمل ايه، نوت باد. يبقى انت بتبعت ريكويست، تبعته لمين؟ معاك زي جوجل مثلا، جوجل هيرد عليك في حاجه اسمها ريسبونس. الريسبونس شكلها عامل ازاي؟ اتش ام ال، تتعرض عندك فين؟ على الكروم، على البراوزر. لو جمعت الريكويست مع الريسبونس اللي هو رايح، الريكويست اللي هو رايح من عندك للسيرفر والريسبونس اللي هو من السيرفر اللي عندك، هتعمل تطلع بحاجه اسمها راوند تريب. اطلع بالمصطلحات دي مفيده. الريكويست انك تبعت الطلب، الريسبونس تستقبل الرد وتعرضه عندك، الاثنين مع بعض انه يروح ويرجع، ده بنسميه راوند تريب. يبقى مين اللي بيستقبل الطلب؟ السيرفر بتاع جوجل. طيب خلاص، يبقى ده السيرفر. السيرفر عباره عن ايه؟ حاجه، ده حاجه مصغره يعني. شوف ده السيرفر قد ايه؟ ممكن يكون عمارة على فكرة، السيرفرات دي متجمعة مع بعض في الآخر عاملة سيرفر كده كبير. أوكي؟ يبقى السيرفر هو ده إيه؟ ده حاجة إيه؟ فيزيكال، حاجة فعلا موجودة، جهاز كمبيوتر ضخم جدا جدا جدا، هو اللي أنت بتتعامل معاه. طيب، طبعا إيه كمية ريسورسز فيه؟ جبارة جدا. كمية ريسورسز، كمية هارد ديسك، كمية ميموري، حاجات طبعا مش طبيعية يعني. لا. وفي بقى المين فريم، ده يعني دي عباره عن توليفه من الهارد ديسك، توليفه من الحاجه. يعني الفكره هنا تعامل ايه؟ عارف احنا كل واحد لوحده ضعيف، لكن لما تجيب 100 مع بعض تبقى قوي. هي ده فكره السيرفر. السيرفر انت بتقويه ازاي؟ بتحط حاجه جنب حاجه جنب حاجه جنب حاجه، فيبقى عندك سيرفر قوي قوي. في حاجه اسمها المين فريم، هو كده جاي لوبش كده من الايه؟ من الشركه، يعني حاجه زي اي بي ام، هي جايبه لك جهاز كده، هو مقفول على نفسه. هو جهاز كده مقفول على نفسه. وبعدين وبتدي وصله لكل واحد هيدخل على المين فريم. يعني افترض ان انا قاعد هنا في المكتب بتاعي، اوكي، مش هدخل على سيرفر عادي، هندخل على سيرفر نوعه مين فريم. تعرف معناه ايه؟ معناه، مش انا قلت لك ان في هنا حاجه اسمها الكيسه اللي المفروض جنب الكمبيوتر؟ لا، دي مش موجوده حضرتك. الله، امال ايه اللي موجود؟ كل اللي عندي ماوس وكيبورد وشاشه. الله، طب والبروسيسور، البروسيسنج بيحصل فين؟ ده بيحصل هنا. يبقى ايه الفرق بين السيرفر وايه الفرق بين المين فريم؟ السيرفر انت بتبعت، انت عندك كمبيوتر مستقل بيعمل كل حاجه، بس انت عندك طلب معين، فتبعت للسيرفر يرد عليك، فالنتيجه بتعرضها عندك. ماشي، فانت بتستغل ايه؟ بعض الريسورسز اللي موجوده عند حد تاني. جميل. في حاله المين فريم البروسيسنج مش موجود عندك، انت ما بتعملش بروسيسنج خالص. جهازك بنسميه دامي. دامي الجهاز بتاعك لو انت متوصل مع مين فريم، ما بقاش عندك بقى بي سي، لا بي سي اللي هو البيرسونال كمبيوتر، لا، بيبقى عندك حاجه اسمها دامي تيرمينال. اكتب 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 ورايا، المفروض احنا مسجلين يعني، المفروض ان احنا مسجلين. يعني ايه دامي تيرمينال؟ دامي تيرمينال يعني الكمبيوتر بتاعك كل اللي فيه موجود عندك، الشاشة موجود عندك، الكيبورد موجود عندك، الماوس. شكرا. لا، وفي الكيس مش موجود، مفيش الكلام ده. تخيل، فلك ان تتخيل قوة المين فريم قوي ازاي. اوكي، طبعا استخدام داخلي جوه الشركات، خاصة اللي محتاجة سكيورتي عالية زي بقى البنوك، زي حاجات عسكرية، حاجات كده. اوكي، السوبر كوم. في حد عنده سؤال؟ استنى اطلع. كيف يقدر يربط الشاشه مع المين فريم؟ لا، هو اوتوماتيك، هو جاي السلك اللي داخل ده بيبقى فيه كارت موجود في ال، انا فاهم، بس التوصيل كله يعني كل جهاز له مثلا منفذ يو اس بي من السيرفر نفسه او هل يو اس بي ولا لا اللي يحدده مين فريم؟ هل الوصله اللي داخل عندك يو اس بي ولا لا؟ ده مين اللي حددها؟ مين اللي حددها؟ المين فريم نفسه. الوصله دي جايه عامله ازاي؟ انت كل اللي جالك سلك وصله للايه؟ وصله للشاشه فقط. عامله ازاي عندك؟ هل هي يو اس بي ولا مش يو اس بي؟ ده المين فريم بقى اللي حددها لك. اوكي، حسب كمان يعني هل ده جديد ولا قديم. خلي بالكم، معظم المين فريمات اللي هتلاقيها في السوق معظمها قديمه،
معظمها قديمه، خلي بالك من كده، فتلاقي اليو اس بي مش موجود بالكثره اللي انت فاكرها في المين فريمز يعني. سوبر كمبيوتر هي نفس السيرفرات، بس خلي بالك، بص 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 المنظر، المنظر اللي انت شايفه ده، ده بنسميه داتا سنتر. يعني ايه داتا سنتر؟ هحط سيرفر مع سيرفر مع سيرفر مع سيرفر. معرفش حد شاف قبل كده جوجل من جوه في على اليوتيوب؟ ادخل اتفرج على جوجل من جوه داتا سنتر، او ادخل مثلا شوف مايكروسوفت من جوه او اوراكل من جوه، دور اكتب حاجه اسمها، اكتب كده مايكروسوفت داتا سنتر، هتلاقي حاجه كده. مايكروسوفت عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا جايه مثلا على 50 مدينه على مستوى العالم، وحاطه شاريه بتشتري مبنى كامل، وكل المبنى بيبقى عباره عن سيرفرات بهذا الصوره كلها متوصله مع بعض. فلك ان تتخيل النتيجه في النهائيه المحصله، ان السوبر كمبيوتر عامل ازاي، الاستورج في مايكروسوفت عامل ازاي، في جوجل عامل ازاي، لك ان تتخيل. يعني انت علشان جوجل تعمل الطلب فيجي لك في كسر من الثانيه، ده يتطلب ان في كميه سيرفرات مهوله موجوده بنحطها في حاجه اسمها داتا سنتر. في بعض المؤسسات اللي ممكن تشتغل فيها بعد كده ما فيهاش داتا سنتر كبير، بيبقى اوضه صغيره فيها مجموعه من السيرفرات. لما يكون اوضه صغيره فيها سيرفرات مش بنسميها داتا سنتر، بنسميها سيرفر روم، الاوضه بتاعت السيرفر. يعني عندك سيرفر حاطه في روم، سيرفر روم. لما الدنيا بتوسع كده بنسميه ده داتا سنتر. امبيدد كمبيوتر، امبيدد كمبيوتر ان هو يعني زي الغساله في البيت. انت مش الغساله ليها زراير بتقول لها شطفي، تقول لها انا عايز سريع، انا عايز سخن، انا عايز مش عارف ايه، الحراره كذا. في الاخر اكنك عندك سي بي يو بيفكر جوه، عندك كمبيوتر صغير بيفكر جوه. لما يكون انت عندك جهاز وبيعمل عمليات حسابيه عشان يخلص شغله، ده بنسميه امبيدد كمبيوتر. من اشهر الكلام الديفايسز اللي موجوده فين؟ الديفايسز اللي موجوده في البيت. فين فين فين؟ زي الوشن ماشين اهي، اهي زي الكنترولرز اللي موجوده، بنسميه كنترولر. الكنترولر الموجود في الايه؟ في الاجهزه بتاعتك. خلي بالك، تعال حاجه تانية، الماوس بتاعك شغال ازاي؟ لو انت فتحت هتلاقي في شريحه جوه، في حاجه كده خضراء معمول عليها شغل كتير جدا، اكنه كمبيوتر صغير خالص، كمبيوتر صغير خالص. البتاع ده العربيات، شاشه العربيات بيبقى فيها شاشه جوه وفيها نافيجيشن وفيها تعمل كذا وكذا وكذا. طب ما ده برضو يعتبر امبيدد سيستم. حد يسمع الاي او تي؟ الاي او تي ثواني ثواني، اكيب ديسكورد. في هنا دلوقتي حاجه دلوقتي طالعه يا جماعه اسمها الاي او تي، تعالى كده نكبر اي او تي، اي سامعين صوتي شباب؟ ايوه سامعين. اي او تي، حد يعرف الاي او تي ده اختصار ليه؟ الاي او تي اختصار ليه؟ اي او تي انترنت اوف ثينجز، انترنت. طب برضه اكتب لك عشان تبقى انت شاطر، الشاطر بقى اللي بيكتب ورايا. انترنت اوف ثينجز يعني ايه انترنت اوف ثينجز؟ اقول لك، مش احنا انت طول عمرنا من اول ما انتوا اتولدتوا كان عندك الغساله اللي شفتهم في البيت بيضغطوا على الزراير علشان مثلا لو اللبس ابيض يبقى محتاج درجه حراره كذا، لو اسود محتاج كذا، لو صوف كذا، لو قطن عامل. جميل. طيب دلوقتي بقى انت تعرف ان انت ممكن من الموبايل تحمل لي نفس الامر، يكون عندك الغساله تقول لها وقفي دلوقتي، تروح بعت لها الامر، الغساله تستقبل الامر وتوقف الغسيل. معنى كده ان الغساله لازم تتوصل على الايه؟ على ايه؟ عشان تستقبل منك الامر على النت. فده بنسميه انترنت اوف ثينجز، ان الاجهزه ندي لكل جهاز في الدنيا، ندي له ايه؟ اي بي، ندي له حاجه اسمها الاي بي، ندي له عنوان على شبكه الانترنت علشان نقدر نتواصل معاه. فالدنيا وسعت، ففي الاخر الديفايسز المختلفه اللي حوالينا بقت في الاخر اكنها جواها كمبيوتر صغير، عشان كده بنسميها امبيدد كمبيوتر. جميل. الكلام ده على فكره مش جديد، الكلام ده من زمان قوي. يعني انا فاكر انا نفسي وانا كنت صغير كان زمان عندنا برضه احنا انسر ماشينز. لو تشوف حتى افلام بالابيض والاسود هتلاقي كان عندهم انسر ماشين اللي هو يرد عليه، اضغط واحد كذا، اضغط اثنين كذا. الكلام ده قديم قوي على فكره يعني. فالكلام ده كل ده امبيدد سيستمز،
كل ده بنسميه embedded systems او embedded computers. جميل. او ده مثال طبعا. لو انت شفت كميه السيستمز الكمبيوترايزد الموجوده في العربيه هتسهل مش بس النافيجيشن، لا الاير باكس، انك تتحكم الاير باك يطلع ولا ما يطلعش، الباركينج، العربيه ازاي تركن. طب ما كل ده لو انت حسبت كل ده، التاير البريشر بتاعها تديك سيجنال ان في مشكله ولا لا. ما كل ده دلوقتي مثلا في اجهزه طالعه، لو انت دورت على امازون، ان انت علشان بتركبه كده جهاز كده صغنن تحطه على كتفك على رقبتك، علشان لو بيت دايزي لو حسيت انك هتنعس فيحس ان رقبتك سقطت فيروح مديك سيجنال على طول. فكل حاجه كمبيوترايز دلوقتي بشكل غريب. يعني الكلام ده كان ناظر قبل ما ادخل في حته اعمق شويه، الكلام ده كان اي حد ممكن مش دعيتي يفهمه. قبل ما افصص بقى شويه، حد عنده اي سؤال؟ استنى كده اتلقى اسئله قبل ما ادخل افصص كده سنه. حد عنده اي سؤال؟ انا معاكم، ابص كده عليكم اتفرج عليكم. انتوا سامعين يا شباب اصلا؟ الناس سامعه؟ المفروض ان اي حد عنده اي سؤال قبل ما نتعمق اكتر من كده. في حد طلع من عندنا؟ احمد موجود، حسين موجودين، إلهي سجاد، عاصم، متين، عبد العزيز، وعلينا قاسم، مصطفى، هاشم، من مش موجود؟ قاسم، عبد العزيز، ماشي. اكمل يعني؟ في حد فعل حاجه على الشات؟ حو اي سؤال؟ لو حتى مش حتى مع السبيكر عنده مش شغال حتى ممكن يبعت على الشات. حد عنده اي سؤال قبل ما اكمل؟ انا لغايه دلوقتي كلام عام جدا، احنا بس عاملين ايه يعني نفنط ان في حاجه اسمها كذا، في حاجه اسمها يا جماعه كمبيوتر، في حاجه اسمها انفورميشن سيستم، يعني كلام تالي بسيط. يعني في حاجه اسمها داتا، في حاجه اسمها انفورميشن، كلام بسيط. اوكي هكمل. شايفين شاشتي؟ شاشه باينه؟ ايوه شايفين. اوكي طيب، عايزين بقى نتفق. لو انت فتحت الكمبيوتر من جوه، تخيل بقى كده لغايه لما ندخل في المحاضرات بتاعه الهاردوير، يعني انا عايز بس نفكر مع بعض الكمبيوتر ده شغال ازاي. بما ان انت بقى ده تخصصك وهتبرمج وبتاع، فكويس ان انت تفهم الليله ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. طيب هتخيل ان ده الهارد ديسك بتاعك. ده الهارد ديسك، طبعا هارد ممكن يكون هارد جوه الكمبيوتر او هارد اكسترنال موصله بي اس بي، في الاخر هو هارد ديسك. طيب والعقل المفكر بتاع الكمبيوتر حاجه بنسميها السي بي يو. يبقى البرين بتاعك بتاع الكمبيوتر اللي بيفكر، اللي بيحسب، الحسابه بتاعت الكمبيوتر بنسميها سي بي يو، او بنسميها سنترال بروسيسنج يونت، وحده المعالجه المركزيه. يبقى انت عندك شويه حاجات حاططها برامج وبتاع منزلها على الهارد ديسك، وعندك السي بي يو او اللي بيفكر اللي بينفذ، ده العقل اللي بينفذ، وعندك الرام. الرام دي شريحه ذاكره، شريحة ذاكرة مؤقتة. يعني ايه مؤقتة؟ يعني اقول لك، تعالى ناخد احنا كبشر. لو انا دلوقتي سمعتك صوت حد من اسرتك هتعرفه يعني في وقت قليل جدا، دماغك هتعرفه. ليه؟ الحقيقة ان ربنا خالق، ما اعرفش تعرفه دي ولا لا، ربنا خالق في الودان كرات كده صغيرة اكتر من 50,000 كرة، كل كرة بتسجل احدى بصمة صوت حد معين. فعندك اكتر من 50,000 بصمه صوت بتقدر تسجلها، متسجلين بشكل دائم معاك. طب ده جميل جدا، بس علشان تقدر تقول ده فلان اصلا لازم تقدر ايه تتلقى المعلومه.
طيب هتلقى المعلومه ازاي؟ من الودن. طب الودن هتبعتها فين؟ هتبعتها لذاكره مؤقته، والذاكره المؤقته دي هتقارن مع المعلومات الموجوده في الكرات الذاكره الدائمه. يبقى انت التعامل اللحظي محتاج فيه ذاكره لحظيه، ذاكره ربما علشان تكمل شغل تحتاج ان انت تستدعي معلومات من الذاكره الدائمه، لكن في كل لحظه طول ما انت ماشي في حياتك لازم في ذاكره لحظيه. يعني انت بتعدي الشارع في الذاكره المؤقته دي شايف العربيات اللي حواليك يمين وشمال وبتاع، عديت الشارع كل سنه وانت طيب، انت مش فاكر اي حاجه خلاص، كله راح مش فاكر اي حاجه. الموجود اللي في الذاكره الدائمه فقط. لكن انت عشان تعدي الشارع محتاج حاجتين، محتاج عقل يقول لك امشي يمين امشي شمال، ومحتاج ان انت تشوف وتترجم اللي انت بتشوفه وتحتفظ بيه علشان العقل يقدر ايه يتعامل مع معلومات. فالمعلومات اللحظيه في ذاكره لحظيه بنسميها، في حاله الكمبيوتر بنسميها الرام. يبقى انت عندك ذاكره دائمه بنسميها الهارد ديسك، وذاكره مؤقته بنسميها الرام. يفترض الكلام ده يعني مش صعب يعني. واللي بيفكر السي بي يو ده اللي بيقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا. جميل. طيب لو انت عندك برنامج معين وعايز تشغله، البرنامج ده اصلا موجود فين؟ موجود في الهارد ديسك. عايز اشغله عشان يشغل لازم يتحط فين؟ في السي بي يو، لان السي بي يو هو اللي بيتنفس. قال لك بسيطه جدا، خد من هنا وحط هنا. قال لك لا الكلام ده ما ينفعش. يبقى دي قاعده رقم واحد، مفيش اتصال مباشر ما بين الهارد ديسك وما بين السي بي يو. هقولها تاني، مفيش اتصال مباشر ما بين الهارد ديسك وما بين السي بي يو. طب وبعدين نعمل ايه في المشكله دي؟ قال لك بص، البرنامج اللي انت عايز تشغله ده لازم تستدعيه الاول فين؟ في الذاكره المؤقته الرام. والرام عندها القدره ان هي تتواصل مع السي بي يو. يبقى الهارد ديسك طلع بره اللعبه. يبقى مين اللي وصل ده مع ده؟ يبقى ده الرام متتصل بالهارد ديسك من ناحيه وتتصل بالسي بي يو من الناحيه الثانيه، لكن مفيش اتصال مباشر ما بين الهارد ديسك والسي بي يو. انا عايز البروسيس او عايز البرنامج اللي اسمه بي 1 احطه هنا، بس ما ينفعش يتنقل مره واحده، لازم الاول يجي هنا. طبعا خلي بالك معلومات جانبيه انت عارفها، بيفترض يعني من حياتك اليوميه ان الهارد ديسك ده مساحته كبيره جدا. فهفترض مثلا ان انت تيجي على الهارد ديسك ده ممكن تحط فيه مثلا سي مثلا 500 برنامج. الرام مساحته اصغر كتير، يعني لو ده بياخد 500 برنامج ده ياخد بالكتير قوي 50 برنامج. طب انت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل لنقطه مهمه جدا. انت دلوقتي عايز تنفذ البي 1 صح؟ عشان السي بي يو يقدر ينفذ البي 1 لازم البي 1 ده اصلا يكون بقى فين؟ يروح فين؟ يروح في الرام. طب ما احنا قلنا كده. بس نفترض ان فجاه السي بي يو عايز يستخدم بروسيس ثاني او برنامج ثاني بي 2، يجي يدور عليه ما يلاقوهوش، فيروح رايح للرام يقول لها يا رام انا عايز البرنامج اللي اسمه بي 2 عايز اتعامل معاه دلوقتي. فالرام تروح رايحه للهارد ديسك، الهارد ديسك يروح باعت الايه؟ باعت البي 2، فالبي 2 تبقى موجوده يقدر السي بي يو يتعامل. بس فدي لفه طويله قوي. الاذكى من كده لو قدرنا نتوقع السي بي يو الفتره اللي جايه ايه البرامج اللي هو محتاجها يتعامل معاها. ليه؟ لو قدرت اعرف كده هحط البرامج اللي في خلال مثلا النص ساعه اللي جايه هيتعامل مع السي بي يو احطها في الرام. فاختار من 500 برنامج فقط اهم 50 برنامج بالنسبه للسي بي يو دلوقتي. الناس فاهمه؟ اقولها تاني شباب؟ واضح واضح واضح. طيب ربنا يستر. ماشي جميل. فاللي بيحصل انت عندك هنا برامج كتير جدا، هنقي شويه برامج اللي السي بي يو محتاجه. طب ده جميل. ده بنسميه لونج تيرم سكادولر. تاني، انت محتاج برنامج ذكي يقعد يبص على البرامج دي كلها يقول لك بص السي بي يو الفتره الجايه محتاج ده وده وده وده، وياخدهم كده يحطهم هنا.
خلاص ليه؟ عشان النص ساعة الجايين لما السي بي يحتاج حاجات غالبا يلاقيها هنا في الرام، طبعا ما لقاش هيضطر يستدعيها، بس قدر المستطاع يلاقي معظم البرامج دي في الرام. الحركة دي انك تنقل من هنا لهنا البرامج اللي السي بي يو محتاجها الفترة الجاية باستخدام حاجة بنسميها اللونج تيرم سكيدلر. سكيدلر اللي هو مرتب المهام، منظم المهام، بس ده منظم المهام على المدى طويل. احنا بنتكلم على نص ساعة الجايين او 5 دقايق الجايين. ال5 دقايق الجايين سي بي يو بيشتغل في سايكل، بيشتغل في نانو سكند. فانت عايز الفترة الجاية في الدقايق اللي جاية هو محتاج كذا، فتنقل من هنا لهنا. ده على مدى عمر طويل بالنسبة للكمبيوتر، فبنسميه لونج تيرم، على فترة زمنية طويلة. يبقى الفترة الزمنية الطويلة هي ما بين مين ومين؟ ما بين الهارد ديسك وما بين الرام. الفترة الزمنية الطويلة ما بين الهارد ديسك وما بين الرام. جميل. طب انت دلوقتي عندك 50 برنامج، يا ترى السي بي يو هينقي اني واحد منهم يشتغل عليه، وبعد شويه ياخد ده، بعد شويه ياخد ده، بعد شويه ياخد ده، بعد شويه ياخد ده، بعد كده يرجع لده. خلي بالك هنا السرعه سريعه جدا، لان السي بي يو سريع جدا ورام سريع جدا. هي طبعا مش بسرعه السي بي يو خالص، بس اسرع مليون مره من الهارد ديسك. فهنا الدنيا سريعه لحظيه، في اللحظه اشتغل ده، وبعدين لحظه هنا لهنا، لحظه هنا لهنا، لحظه. فهنا البعد الزمني قصير قوي، علشان كده بنسميه شورت تيرم. فانا محتاج برنامج ذكي يقول لي يا سي بي يو اشتغل الاول على دي، بعدين انقل على البرنامج ده، بعدين انقل على البرنامج ده، بعدين ارجع للبرنامج ده، بعدين ده، بعدين ده، بعدين ده، بسرعه بسرعه، عمال ينقل بسرعه. بنسميه مالتي بلكسنج، عمال ينقل بسرعه 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 بسرعه. ده على فتره زمنيه وجيزه جدا، قليله قوي. فده بنسميه شورت تيرم سكادولر. يعني انت عندك برنامجين، برنامج بيشتغل على فتره زمنيه طويله عشان ينقل من الهارد ديسك البطيء قوي للرام، علشان لما السي بي يو الفتره الجايه اللي تمتد لدقائق يحتاج برنامج يلاقيه هنا، فسميناه لونج تيرم. ده فتره فيها تراخي، فتره زمنيه طويله. لكن اللي موجود في الرام ده السي بي يو بيدخل عليه بسرعه جدا، وبينقل ما بين الحاجات اللي هنا بسرعه جدا بشكل لحظي. فلازم ارتب له، اقول له خد ده وبعدين خد ده وبعدين خد ده، ان ارجع هنا ارجع هنا ارجع. بس ده شكل وقت، ده سريع، النقل ده سريع قوي في بين ما بين الايه السي بي يو ما بين الرام، فبنسميه شورت تيرم. طب يا ترى بقى السكادلر ده مين اللي بيعمل الكلام ده؟ يعني هل ده السي بي يو؟ لا راجل. الرام؟ لا. ما تقوليش الهارد ديسك؟ لا طبعا مش هارد ديسك. لا امال ايه اللي يعمل الكلام ده؟ نظام التشغيل. يبقى نظام التشغيل هو اللي بيتحكم البرامج اللي تنقل من الهارد ديسك للرام، وهو اللي بيتحكم السي بي يو يشتغل على مين في اللحظه دي، وبعدين هياخد اني واحد، بعدين هياخد اني واحد، بعدين يرجع ده امتى، وهكذا. الهلومه دي كلها الاوركستريتور، الراجل اللي بيقود الفرقه دي كلها، مين؟ نظام التشغيل. صحيح المنفذ هو السي بي يو، المنفذ هو السي بي يو. علشان كده نظام التشغيل بنسميه اسم تاني، بنسميه ريسورس مانجر او مدير الموارد. ريسورس يعني ايه؟ ريسورسز اللي هي عندك سي بي يو ورام وهارد ديسك، وريني هتعمل ايه، ظبطت الشغل ما بينهم. مين اللي ظبط الشغل ما بينهم؟ نظام التشغيل. مع ان قلب الكمبيوتر، العقل المدبر هو السي بي يو، بس لازم حد يقول له اعمل كذا بعدين اعمل كذا. ده ايه؟ ده سوفت وير، سوفت وير اسمه نظام التشغيل. بنختصر نقول او اس، او اس يعني نظام التشغيل. معنى كده ان اهم وظيفه لنظام التشغيل ان هو ريسورس مانجر. طيب هنا في نقطه لطيفه حابب بس يكون عارف الفروقات البسيطه دي، باعتبار ان انت راجل متخصص دلوقتي او يعني بتبتدي تسعى للتخصص. يعني الموجود هنا على هارد ديسك دي برامج عاديه، البرامج، البرامج دي بنسميها بروجرام او سوفت وير. فاكرين الكلام النظري اللي احنا قلناه من شويه؟ ده سوفت وير، ده بروجرام، ده برنامج بروجرام. لما البرنامج ده يتنقل هنا ويبتدي يتنفذ من خلال السي بي يو، يعني خلاص بنفذه اهو دلوقتي، اهو انا راح من هنا وابتدي يتنقل هنا في الحته دي،
وهو بيتنفذ ما بنسموهوش بروجرام بقى، بنسميه بروسيس. يبقى في الامتحان لما يجي يقول لك ايه الفرق بين البروجرام والبروسيس، يعني الكلام بقى احترافي، سيبك بقى من الكلام النظري البسيط اللي احنا كنا بنقوله في الاول. البروجرام هو ايه اللي موجود عندك على الديسك، اوكي؟ لما تعمل دبل كليك على برنامج عشان يجي يشتغل، فيروح رايح للرام في السي بي يو يشتغل بيه، ده بنسميه دلوقتي في اطار في طور التنفيذ بيتنفذ، ده ما بقاش بروجرام، ده بنسميه بروسيس. بروسيس خلاص. فانت لو بصيت على الكود بتاع نظام التشغيل هتلاقي فيه اجزاء من الكود ليه علاقه باللونج تيرم سكادلر، وفي اجزاء من الكود ليه علاقه بالشورت تيرم سكادلر. خلي بالك ان مساحه الرام اصغر كتير من مساحه الهارد ديسك، فكميه البرامج اللي ممكن احطها هنا اقل كتير من كميه البرامج اللي انا اقدر احطها هنا. البرنامج هنا اسمه، او خلي بالك انا في الكلام هتلاقيني بقول لك دايما برنامج هنا وخلاص برضه، بس انت اعرف كانجلش كانجلش وكواحد بقى بروفيشنال ان هنا بنسميه بروجرام وهنا بنسميه بروسيس. طيب بعد كده هتاخد بقى في طب الجافا، انت هتاخده سي شارب، هتاخد بقى في السي شارب ان انت لما تيجي تكتب اي برنامج، اي برنامج هتعمل حاجه اسمها الكومبايليشن. يعني ايه؟ انت كتبت برنامج باي لغه بقى، هتاخد حاجه سي شارب، في جافا، في سي، في سي بلس بلس، في وات، في بايثون، بنعمل حاجه اسمها الكومبايليشن. يعني المترجم ده هياخد الكود اللي انت كاتبه هيترجمه لصفار وحيد. ليه؟ عشان الكمبيوتر في الاخر مش بيفهم الا صفر واحد. زمان اول لما الكمبيوتر طلع كان تخيل بيكتبوا صفر واحد دي، فكان عذاب. فكان تفتكر كم واحد على كوكب الارض يعرف يكتب بلغه الكمبيوتر؟ فقال لك لا، احنا نعمل حاجه اظرف، اكتب يعني بلغه بسيطه خالص في لغات لطيفه جدا، هنكتب ايه البرنامج بتاعنا، وهنجيب برنامج تاني يحول الكلام البسيط اللي احنا كاتبينه البرنامج اللي احنا عايزين نعمله المكتوب بشكل لطيف قوي انجلش عامل زي الانجليزي العادي. هجيب برنامج اسمه كومبايلر ياخد الكلام ده ويحوله لحاجه اسمها الماشين كود اللي هو ايه 01. خلاص. الكود اللي طلع ده بنسميه اكس اي. عارف انت لما تضغط على اي حاجه تضغط على اكس اي كود، الملف اللي بيتنفذ بنسميه الاكسكيوتبل كود. اوكي. يبقى انت عندك كراجل بقى بروجرامر، انت عارف ان في تو ليفلز للبرنامج بتاعك. الليفل بتاعك اللي بنسميه الهاي ليفل اللي هو بتكتب اكواد شبه الانجليزي، لما تاخد في الاتش تي ام ال هتكتب الكود شبه الانجليزي، هتكتب في السي شارب ايا كان سهل صعب لكنه في الاخر شبه الانجليزي. بعد كده الكومبايلر حوله للغه مستحيل تفهمها اللي هي 01، بنسميه لو ليفل. يبقى انت تكتب هاي ليفل، هاي ليفل لانه قريب قوي من اللغه الطبيعيه بتاعتها الانجليزي والعربي والبتاع، والكومبايلر هياخد الكلام ده يحوله لو ليفل. السي بي يو ما يفهمش الا ده، فانت لازم لما تيجي تضغط تضغط على مين؟ على ده مش على ده. طب ازاي احول ده لده؟ فبير برنامج اسمه الايه الكومبايلر بيحول لك من هنا لهنا. طيب بعد كده هنلاقي مزيد من التفاصيل بقى في الاتش تي ام ال، ان مفيش حاجه اسمها كومبايلر، حاجه اسمها انتربريتر، لكن انا ما اعرفش النهارده هنتكلم فيه ولا لا، المره دي ولا المره الجايه، تعال نشوف. يعني السلايد دي في اي حاجه صعبه قبل ما اكمل اعيد اي حاجه؟ خلي بالك انا اديتك كذا معلومه في السلايد دي، خلاص ده الجزء اللي يهمني. انا خلاص انا خلصت الجزء بتاع الكتاب البسيط، بس انا عايز ادخل شويه عمق من جوه في التخصص. يعني اي سؤال ردوا شباب، اي سؤال افتح السبيكر اتكلم. أي عندك سؤال؟ مش حاجه صعبه؟ دن نكمل. طيب يعني والله قبل ما اكمل انا حاسس انا مش انا صراحه شاكك فيكم صراحه يعني. طيب تعالى كده نجرب. اجرب مين؟ استاذ عمر سمعني؟ ايه الفرق بين لونج تيرم سكادلر والشورت تيرم سكادلر؟
لو عندك سبيكر اتكلم. خلينا طبعا نشوف الاول. استاذ عمر، في امل يا استاذ عمر؟ الو الو، سامعك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله استاذ عمر. لونج تيرم سكادجولر، المعلومات حق اللونج تيرم يعني فسر لي، ما هو اسمه لونج تيرم. ماشي، يعني لا تفسر الماء بالماء يا فتى. ماشي، ما هو اسمه لونج تيرم، يعني معلومات اللونج تيرم اللي هي ايه، بتعمل ايه، جايه منين، رايحه فين، ايه حكايتها، احكي لي. من الهارد ديسك للرام للسي بي يو، الثلاثة مع بعض اسمهم لونج، صح؟ ايوه. لا غلط. والشورت تيرم من الرام للسي بي يو. ايوه، الشورت تيرم من الرام للسي بي يو، جميل. اللونج من الهارد ديسك للرام للسي بي يو. لا، سيبك من السي بي يو بقى. من الهارد ديسك للرام. من الهارد ديسك للرام ده اللونج. ايوه، من الرام للسي بي يو. من الرام للسي بي يو ده الشورت، باينه كده؟ ايوه. اوكي. انا كده كل شويه اسال كده، صحصح يا جماعه معايا. خليك انت رقيب على نفسك، للاسف الشديد مفيش حد معاك يرعاك. فانت راعي نفسك، عشان لو المحاضرات سقطت منك صعب ان انت بعد كده تكيب اب يعني with other lectures، يعني هيبقى صعب ان انت تواصل. فما تخليش حاجه تقع، لان الحاجات كلها مبنيه على بعض. طيب اكمل. طيب انا بص، انا هي بس رسمتها بطريقه ثانيه علشان أأكد لك نقطة، إن السي بي يو ما بتعاملش بشكل مباشر مع بقية الأجزاء. إحنا قلنا ملوش علاقة، ما ينفعش ياخد من الهارد ديسك على طول. أمال إيه الوسيط اللي في النص؟ الميموري رام، اللي إحنا بنسميها المين ميموري، الذاكرة الرئيسية. المين ميموري دي الذاكرة المؤقتة. المين ميموري هي المتواصلة مع كل حاجة بقى. المين ميموري متواصلة مع كل حاجة، من ضمنها سي بي يو. السي بي يو ما ينفعش يتواصل مع الهارد ديسك بشكل مباشر، لازم من خلال الرام. جميل. السي بي يو ده الحقيقه تقدر تقول ان هو حتتين، حته بنسميها الاي ال يو، او بنسميها الارثماتيك لوجيك يونت، دي اللي بتحسب، اللي هي بتجمع تطرح تضرب تقسم، تقول هل 5 اكبر من 3 ولا لا، هو ده كله ده. وفي حاجه اسمها السي يو، الكنترول يونت. سؤال؟ لو سؤال اتكلم مفيش مشكله، عشان انا فاتح البتاع مش شايف الاسئله. لو عندك سؤال قول براحتك يعني. وفي هنا حاجه اسمها الكنترول يونت. الكنترول يونت ده بيعمل اوركستريشن، يقعد يعني بياخد الامر من نظام التشغيل انه يبتدي ينقل، فيبتدي ينقل البروسيس ما بين من هنا وبين هنا. هو اللي يتحكم انه ياخد كذا، وبعدين يدي ده نص ثانيه، بعدين نرجع لنص ثانيه. فده اللي بيتعامل مع نظام التشغيل عشان يعمل اوركستريشن. فده ما يهمنيش قوي، لكن يهمني انك تعرف ان ايه اللي بيجمع ويطرح ويضرب ويقسم في السي بي يو اسمه الاي ال يو. ده ايه؟ الوحده الحسابيه اللي جوه السي بي يو. ففي وحده حسابيه وواحده تنظيميه. لا، التنظيميه اللي بتعمل اوركستريشن مع نظام التشغيل، لكن الوحده الحسابيه اللي تجمع وتطرح وتضرب. المين ميموري او الرام هو المتوصل مع كل حاجه في الدنيا هنا عندك، بما فيهم السي بي يو والهارد ديسك. الملفات طبعا موجوده عندك هنا. وقلنا خلي بالك ان الكمبيوتر مش فاهم بقى البرنامج بتاع الاتش ام ال اللي انت كاتبه، او البرنامج اللي هتكتبه في السي شارب، هو مش فاهم اي حاجه منه. لازم الكومبايلر يدخل ويحوله لمجموعه من الاصفار والوحايد، ده اللي بيفهمه. ده اللي بيفهمه، مجموعه اصفار ووحايد، ده اللي يفهمه. اوكي؟ فمثلا لو انت اديته صفر واحد، يعني قيمه واحده، لا زيرو لا واحد ولا زيرو لا واحد، ده بنسميه بت. في العالم بقى الكمبيوتر بنسميه بت. بت يعني ايه؟ قيمه لا زيرو لا واحد.
لو اديته 8 قيم مع بعض، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بنسميه بايت. فالبايت عباره عن ايه؟ 8 قيم متجمعين مع بعض بنسميه بايت، عباره عن كم بت؟ 8. يبقى ال 8 بت ببايت واحد. ال 8 يعني هنا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 ده بايت. قيمته كام؟ هناخد بعد كده هنعرف ان ده قيمته واحد. يعني بالنسبه لعالم البشر ده قيمته واحد. اوكي؟ فاذا كلمه واحد دي 1 2 3 4 ما ينفعش في الكمبيوتر، لازم احولها لحاجه بالمنظر ده. لو انت استخدمت 8 قيم عشان تعبر عن القيمه دي بنسميها البايت، كل واحده من دول بنسميها بت 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 بت، كل بت لا زيرو ولا واحد. خلاص ده اللي بيدخل على ايا كان بقى، بيدخل على السي بي يو، يدخل على الرام، يدخل على الواتس ايفر، بيفهموه بما انها زيرو واحد يفهموه على طول. الاي سي يعني الشيب الخضراء اللي انت بتشوفها في الكمبيوتر دي من جوه، لو فتحت الكمبيوتر من جوه قبل كده يعني. اوكي، اعتبر الزيرو والواحد اكنه الاون اوف، اكنه النور بتاع الاوضه اللي انت قاعد فيه. اون واوف، اون يبقى واحد، اوف يبقى زيرو، اعتبرها كده. وصلت الكهرباء هنا يبقى واحد، شلت الكهرباء من على هنا يبقى زيرو. جميل. اذا الملفات موجوده عندك هنا، ده اللي احنا قلناه. طيب ايه طبيعه الملفات؟ انت عندك حاجتين حقيقه، عندك برامج زي برنامج النوت باد او زي برنامج البلاك بورد الترا اللي احنا شغالين بيه ده، وفي عندك كمان بيانات. لو انت حسبت ايه الموجود على الهارد ديسك تقدر تصنفهم حاجتين، لاما برامج لاما بيانات. البيانات بتاعتك انت عملت بتعمل هوم ورك، فانت عم حاطه في ملف وورد مثلا عشان تبعته للانستراكتور، ده داتا، ده بيانات. ماشي، الوورد نفسه برنامج، بس انت فتحت ملف جديد وحطيت فيه شويه بيانات. فالهارد ديسك فيه لا اما برامج لا اما بيانات. موجودين فين؟ موجودين هنا. عملت دبل كليك، البرنامج ده اتحول لبروسيس، نزلت عندي هنا. جميل. نقطة كمان أخيرة في السلايد دي، ده مثلا بلوك ديجرام، يعني تقدر تتخيل المنظر كأنه عامل كده يعني. نقطة أخيرة، هنا احنا قلنا في حاجة اسمها الانبوت والاوتبوت. الاوتبوت اللي هو مثلا السكرين، الشاشة بتاعتك، والانبوت اللي هو الماوس والكيبورد. خلي بالك أنا قلت لك معلومة، إيه أسرع حاجة هنا؟ السي بي يو، طب بعد كده الرام، طب بعد كده الهارد ديسك. خلي بالك دول بطاقة قوي، لان انت معتمد هنا مثلا في الانبوت، انت معتمد ان الراجل عمال يكتب على كيبورد. يعني لو ده كان بني ادم وده فرق السرعات الطبيعي كان ده انتحر من كتر البطء ده. فاللي بيحصل ايه؟ الميموري الرام مش هيعير قوي الكيبورد انتباه. بيحصل ايه؟ بيقول لك جمع اللي انت عايزه في حاجه اسمها البفر. البفر ده ذاكره صغيره خالص، اي حاجه انت تكتبها تتحط هنا في البفر. لان الرام عايزه مثلا تبص في كل ثانيه مثلا على مليون امر. فتخيل في مليون ثانيه هتبص مليون مره على الراجل ده كتب حاجه ولا لا. طبعا انت مستحيل يعني تكتب مليون حرف في الثانيه. فعلشان الوقت بتاع الرام ما يضيعش في اي كلام فاضي، فبيقول لك ايه، اكتب وحط اللي انت عايز تكتبه ده في بفر، وانا بدل يعني هبص عليه بقى ايه مثلا كل واحد على مثلا 100 من الثانيه مثلا. فانا عايز اي حاجه في النص بسيطه ما بين سرعتي انا كبني ادم البطيء قوي وما بين سرعه الرام السريع قوي. فاخترعوا فكره البفر سواء عند الادخال او عند الاخراج، ده علشان تفاوت السرعات وعلشان اقدر انا استعيد السرعات بتاعت الرام العاليه قوي دي. طب وهنا؟ طب ليه في بفر هنا؟ طب هنا فهمت عشان انا بطيء. طب هنا ليه؟ علشان الرام عايزه تطلع لك حاجات كتير جدا 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 جدا، وانت كبشر وكعينك عايز تشوف بسرعه معينه. تخيل انت بتشوف الفيلم في ثانيه، مستحيل يعني. فانت عايز واحده واحده، فهو يعني بدل ما يبص لك كده وتبطئه يرمي لك شويه حاجات تشوفها في البفر خلاص، ولما البفر يقرب يخلص يروح منادي على الرام هات لي بقيه الفيلم، هات لي الحته اللي بعده، وهكذا. فالبفر علشان فرق السرعات الجبار ما بين الرام وما بين الادخال والاخراج. واضحه يا شباب؟ يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا في حاجه اسمها ماشين لانجوج عباره عن زيرو وواحد،
كل واحد منهم بنسميه بت. لو تدي 8 قيم كده باكج مع بعض بنسميها البايت. البايت عبارة عن 8 بت. وخدنا ان علشان تقدر تربط الرام اللي هي بتوصلها كل حاجة في الكمبيوتر، ما بتوصلش بشكل مباشر مع الانبوت والاوتبوت عشان فرق السرعات، بنحط في النص حاجة اسمها البفر. اي سؤال قبل ما اكمل؟ اي سؤال؟ تيتشر، احنا البفر يعني هو اللي يتحكم في السرعة، يعني عشان نبطل بالضبط. بالضبط، البفر هو اللي يتحكم في السرعة حسب كذا حاجة، حسب السرعة الفعلية بتاعت الجدع ده، وحسب اتملى منه قد ايه. لو اتملى اقول له لا معلش، يفرمل بقى الرام يقول لك معلش بص اعمل حاجة تانية، وانا لما اقرب اخلص مع الجدع ده هديك له، هديك اشارة عشان تديني تاني. فهو فعلا اللي بيتحكم في السرعه، لكن هو مش مبطئ الرام، لان الرام في نفس الوقت بتعمل حاجه تانية خالص. هي الفكره ان انت عايز تعمل كذا حاجه في نفس الوقت. فعليا ما فيش حاجه اسمها انك تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لكن في ايه، ان انت تقسم الوقت على حاجات كتير. فمثلا لو هو مثلا هيعمل 100 حاجه الرام، يعمل حاجه هنا بعدين يروح يعمل 99 حاجه وبعدين يروح جاي تاني هنا، خلاص. فبعمل ديليجيشن للبفر، بعمل له معرفش ديليجيشن يعني ايه ديليجيشن، يعني بخليه هو اللي يتعامل مع المين الانبوت والاوتبوت بالشمال. خد يا عم البيانات وانت تصرف انت بيه عشان ما تبطئنيش بس. ها باينه كده؟ اوكي جميل جدا. انا كل شويه هي نفس بتاع، بس بنحاول ان احنا ندخل بعمق اكتر سنه، كل شويه ازود حته كده. شوف فضل دي ودي ماشي ورايح حسب وقتنا يعني. جميل، ده نفس الرسمه بس يعني وسعتها شويه. ادي الهارد ديسك بتاعك، وادي الرام، وادي السي بي يو. جميل. طيب افترض كده معايا ان انا فتحت الكالكوليتر، واقول له يا كالكوليتر تعالى نعمل الشكل العادي ستاندرد، واقول له انا عايز اجمع 2 زائد 3 تيك ده طلع 5. تعالى بقى عشان نقدر ايه اللي حصل، تعالى نشوف ايه اللي حصل بقى، ازاي المعجزه دي حصلت يعني. طيب اولا انت عندك الايه، عندك كيبورد وعندك المونيتور. بتيجي على الكيبورد تكتب الرقم اللي انت عايزه، يعني عندك الكليتر عايز تجمع 2 بلس 3 بتساوي 5. فانت عندك رقمين المفروض ان هم يروحوا للسي بي يو، اللي هم الاثنين والثلاثه. طيب اللي بيحصل الثاني الاتي، السي بي يو ده جواه اماكن كده حواليه بنسميها الريجستر. ثاني السي بي يو معاه اماكن كده اسمها الريجستر. طب ايه فايده الريجستر؟ اقول لك، مش انت دخلت هنا من الكيبورد المعلومه اللي انت عايز تسال عنها؟ ما بتروحش للسي بي يو على طول، هتروح لمين الاول؟ الرام. مش احنا قلنا الرام ايه اللي في النص مجمعه كله؟ يبقى الرام دي هيتحط فيها رقمين، رقم 2 ورقم 3، هيتحولوا لحاجه اسمها الباينري. الباينري هو الزير والواحد، بنسميه باينري. باينري يعني 2، يعني عشان في نوعين من القيم يبقى موجودين، لا اما زيرو لا اما واحد. فبدل ما اتعامل مع الديسمال اللي هو من زيرو لغايه 9 اللي هو لغه البشر بتاعتنا في الماس او في الرياضيات، بنتعامل فقط الامام مع زيرو او واحد اللي هو الباينري. هنشوف التحويل دلوقتي تمشي ازاي كمان شويه، بس حاليا 2 تتكتب بالشكل ده والثلاثه تتكتب بالشكل ده. فاللي حصل التالي ان انت اول حاجه انا عملتها، لو انت لاحظت، فتحت برنامج الكالكوليتر. فبرنامج الكالكوليتر لازم يتم استدعائه من الهارد ديسك ويتحط في الرام، ده رقم واحد. يبقى انت لازم يكون عندك تحط هنا، تاخد الكالكوليتر تحطه هنا، صح؟ صح، منطقي. وعمال تكتب، كتبت هنا رقمين اهو، خدت الرقم الاولاني هتحوله للباينري هيطلع بالمنظر ده، خدت الرقم الثاني بالباينري يطلع بالمنظر ده. طيب ده الحته دي في الميموري بنسميها اليوزر سبيس، او الايه، المساحه
التخزينيه الخاصه بالمستخدم. عمال تفتح في برامج، فالبرنامج كل برنامج هتطلبه هيروح موجود، ينزل. وجوه البرنامج انت بتعمل، بتحط، بتجنريت بيانات، بتستخدم بيانات او بتستدعي بيانات او بتطلب بيانات. فانا طلبت دي مع دي، ففتح الكالكوليتر، حط الكود بتاع الكالكوليتر بتاع كبرنامج، وحط 2 باينري و3 باينري. ده رقم واحد، لازم الرام يكون عندها البرنامج وعندها الداتا اللي انت عايزها. ده بنسميه اليوزر سبيس. خلي بالك ده لا يكفي. احنا قلنا الاوركستريتر اللي بينظم الدنيا دي كلها مع بعض نظام التشغيل. لو انت فاكر بقى لما قلنا لونج تيرم وشورت تيرم وقعدنا نرغي قد كده. طب نظام التشغيل ده في الاخر سوفت وير. هو كمان لازم ينزل في الرام. اول لما حضرتك تفتح الكمبيوتر بتاعك، اول حاجه تنزل في الرام الكود بتاع نظام التشغيل، ياخد حيز البتاع الحته اللي عايزها في نظام التشغيل، خد حته منها. فلو انت عندك مثلا رام 8، خد مثلا جيجا 2 جيجا وات ايفر بقى هو ايه مساحه الايه نظام التشغيل. ففي هنا دي حته دي بنسميها الاو اس سبيس، او المساحه التخزينيه الخاصه بنظام التشغيل. والباقي، الباقي في الاول فاضي، بعدين كل ما تفتح برنامج يروح نازل لك بقى بالديتا بتاعته اللي انت عمال تطلبها. ده بنسميها اليوزر سبيس. فتقدر تقسم الرام حتتين، حته اسمها الاو اس سبيس او المساحه التخزينيه الخاصه بنظام التشغيل، واليوزر سبيس المساحه التخزينيه جوه الرام الخاصه باليوزر. انت عمال تفتح في برامج، تقفل في برامج، تفتح برنامج وتدخله 2 وتدخله 3، كل ده يتحط هنا. جميل. الخطوه الجايه ايه بقى؟ حد شاطر يقول لي. بعد كده يفتح السبيكر ويقول لي المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه شباب؟ اعمل ايه؟ معلش ادي سؤال ثاني. اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا حطيت الكالكوليتر كبرنامج في الرام، وحطيت اول رقم اللي هو 010، ده بعد شويه هنعرف ان ده 2، وحطيت 011 بعد شويه هنعرف ان ده 3، يعني حطيت دول. ايه المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ حول على السي في. بس كده، برافو عليك. خلاص انا خلاص عندي البرنامج اهو نزل اهو عندي في الرام، وعندي 2 وعندي 3. مطلوب ابعت الانستراكشن بقى، اقول له يا سي بي يو اجمع. يروح فين في السي بي يو؟ يروح في حاجه اسمها الريجسترز. هيتحط في حته اسمها الريجستر. احط اللي هو 010 واحط ال 011، يبقى مثلا هو مثلا في، بس خلي بالك الريجسترز قليله قوي في السي بي يو، مش كتير قوي يعني، فبنتعامل معاها اكنك بتتعامل مع الذهب والجواهر يعني. خلاص فتحط فيه 2 و3 وهيتجمعوا مع بعض. 2 و3 يبقى بكام؟ ها؟ 5. 5 دي بالباينري هنشوفها ان هي 101. تعرف هو عمل ايه؟ مسح الاثنين وكتب بدلها ايه؟ يعني دي الاول. بص انا عايز اوريها لك، بص انا هكتب لك كده عشان تتخيل الوضع. الاول بص انا ما انا هنا كان في، كان ايه في الريجستر؟ كان هنا في ايه؟ كان في 0 0 مش عارف اكتب 010 اللي هو 2، ودي ايه 3 اللي هي ايه 011، يبقى دي 2 ودي 3. بدل ما يجمع في ريجستر 3، جمع فين؟ شال القيمه اللي هنا دي وحاط بدلها ايه الخمسة. فبدل ما يحتاج 3 اماكن في التخزين، احتاج كم قيمه، كم مكان؟ مكانين. فاهمين الفكره؟ مش يعني ما اعرفش، حاسس انت وقعت ما اعرفش ليه، بس ماشي. دلوقتي انا عايز اجمع 2 زائد 3. هو لازم يحط الاثنين دي في حاجه، فاحطها في حاجه حصاله اسمها ايه مثلا، ده حاطط فيها الاثنين خلاص، وحصاله على مكان ثاني ريجستر ثاني هسميه بيه احط فيه 3. جمع هو السي بي يو خلاص 5، لازم احطها في حاجه. فبدل ما احطها في حصاله ثانيه اسمها سي واقول فيها 5، لا لا، جه هنا وحط الخمسه. هو كده كان محتاج كم مكان؟ مكانين فقط. مكانين. طيب مكانين بس. المحصلة الثلاثة اللي هي البي وش يصير عليها؟ أنا خلاص، ما أنا استخدمتها بس علشان أعمل بروسيسنج. دلوقتي بعد ما جمعت محتاجها؟ لا، لا. ما محتاجها. هل محتاج حتى الاثنين؟ صح ولا؟
بتضل مكانها لغايه لما تيجي عمليه ثانيه تكتب عليها. اوكي خلاص. لكن بعد البروسيسنج ما حصل لا محتاج الاثنين ولا احتاج الثلاثه، انا كل محتاج القيمه الاخيره المحصله النهائيه دي اللي هي الناتج اللي هي 101. بعد شويه هنعرف ان دي 5، هنعرف ازاي احولها، يعني التحويله دي تيجي ازاي. هاخد دي وارجعها تاني فين؟ في الرام. قال لا ليه؟ علشان انا عايز ابعتها لليوزر، انا ما بقدرش ابعتها بشكل مباشر، لازم الاول ابعت لمين؟ للرام. تخيلنا الدنيا مش عامله ازاي؟ شفت؟ يعني انت فتحت الكالكوليتر، راح البرنامج اتنقل من هنا لهنا، كتبت 2 و3 اتحطوا هنا، اتبعتوا هنا عند الريجستر، جمع وجه في واحد منهم راح حط المحصله، راح بعتها للرام، الرام بعت الثاني لمين؟ لليوزر. ده اللي بيحصل. طب جميل جميل، بس خلي بالك انا دلوقتي وانا بتكلم معاك السي بي يو بتاعي بيعمل مليون الف حاجه، بينقل الصوت، بينقل الصوره، بيراعي ان في سيرفيسز في الويندوز لازم يكون شغاله، بيعمل ايه تاني؟ بيشيك على الميل في نفس اللحظه وبيعمل كل الكلام ده. طيب جميل جدا، يعني ده السي بي يو ده شاطر قوي. بس معنى كده خلي بالك السي بي يو في نفس اللحظه، في نفس اللحظه ما ينفعش يعمل اكتر من حاجه، فهو ازاي يحسسني انه بيعمل كل ده مع بعضه؟ ان هو سرعته رهيبه جدا. فانا مثلا طالب دلوقتي، مثلا طالب ان انا ابعت الصوت بتاعي، فيبعت الصوت بعدين يعمل شويه حاجات كتير كتير كتير، بعدين يرجع يبعت حته ثانيه من الصوت. الله، طب والوقت ده ولا حاجه، دلوقتي ده اصلا بالنسبه لك انت 1/6 من الثانيه، بالنسبه له هو يعمل فيه بلاوي زرقاء. في دي الفكره، فرق السرعات ده بيفيد الكمبيوتر بشكل كبير. فرق السرعات بيننا احنا كبشر وما بين الكمبيوتر محسسني اكن هو اهتمامه كله بيا، والكلام ده مش صحيح، هو بيعمل حاجات كتير جدا، بيديني حته صغيره ينفذ بيها اللي انا عايزه. يعني شوف حركه الماوس دي، تحس ان هو معايا على طول؟ لا لا، هو مش معايا على طول، هو يعني نقل الماوس في لحظه، بعدين عمل كذا حاجه، بعدين ها حركت الماوس يروح محركها لي. اكمن هو سريع قوي، فانا حاسس ان الدنيا سموس وانا ماشي. دي الفكره. لكن السي بي يو في نفس اللحظه بيعمل حاجه واحده فقط. ماشي، معنى كده ان ممكن في الرام يكون عندي مثلا 10 بروسيسز، 10 حاجات برامج هيتنفذوا، في واحد بس هيتنفذ، بيتنفذ حاليا، ده بنسميه اكسكيوشن، بيتنفذ. قعد تنفذ انفذ انفذ فيه، وبعد كده هنفذ واحد تاني وهسيبه شويه، فيبقى ويتنج. هو انا هرجع له، هو انا ما قفلتوش، ما شلتوش من الرام، هو موجود، بس انا عايز اروح اعمل حاجه تانيه كسي بي يو وارجع تاني. فالبرنامج ده بقى ويتنج، يعني قاعد كده على جنب مستني السي بي يو تاني ينفذ حاجه تانيه. جميل. واحيانا زي ما قلنا العلاقه ما بين الرام والبفر، احيانا انت محتاج تتعامل مع الانبوت والاوتبوت، ده يعقد السي بي يو في حياته، لان الانبوت والاوتبوت بطيء جدا 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 بالنسبه للسي بي يو. فروح حسابك كده على جنب، لك خلص بقى شغلك الانبوت والاوتبوت وبعدين تعالى لي تاني. في الحاله دي بنسمي البروسيس اللي بتعمل، اللي بتتعامل مع الكيبورد او الماوس، بنسميها انبوت اي او. اي او يعني انبوت اوتبوت، انبوت اوتبوت ايفنت. خلاص، علشان انت ما تعطلوش، روح حاطك كده ركنك على جنب، خلص شغلك وبعدين ايه يعمل في حاجات تانية. فانت في حاجات بتتنفذ في نفس اللحظه دلوقتي اسمها اكسكيوشن، وفي حاجات هو خلاص وهو اللي وقفها عشان يروح يعمل حاجه تانيه، فتبقى ساعتها موجوده في حاله الويتنج، يعني شويه وهيرجع لها. وفي حاجه هي اصلا البروسيس ما ينفعش السي بي يو يشتغل عليها عشان هتعمل انبوت واوتبوت، فبنسميها انبوت اوتبوت. لو انت شفت اي برنامج من اول ما يطلع من الهارد ديسك، تاريخ حياته من اول ما يطلع هنا لغايه ما يتحط في الرام، والرام تتعامل مع السي بي يو لغايه ما نخلص الشغل بتاع البرنامج ده ونشيله من الرام خالص، هتلاقي حاجه من الثلاثه، لا اما بيتنفذ، لا اما اتشال الشغل من عليه عشان السي بي يو عايز يعمل حاجه ثانيه وبعدين هيرجع له كمان شويه ويتنج، لا اما البرنامج ده هيتعامل، هيبعت ملف مثلا، هيعمل حاجه، هيعمل كوميونيكيشن، فهو هيعطل السي بي يو، فبنسميه انبوت اوتبوت. لو جمعت الوقت اللي خده البرنامج هنا، وقت البرنامج اللي خده هنا، والوقت اللي خده هنا، هو ده تاريخ حياه الايه؟ البروسيس مع الرام والسي بي يو. ده بنسميه تيرن اراوند تايم.
يحفظ الكلام ده خلاص. يعني انت مثلا تخيل انت عندك بروسيس اشتغلت من الساعه 1 للساعه 3، الساعتين دول هم عباره عن الوقت الويتنج ووقت التنفيذ لكلمه اكسكيوشن، ليها تعبير تاني بنسميه البيرست تايم. بيرست تايم ليه بيرست؟ عشان سريع جدا، يعني السي بي يو سريع جدا. والانبوت اوت، انا لو سالتك اديني معنى تاني للبيرست تايم ببساطه تقول لي اكسكيوشن. انا قلت لك هنا بطريقتين، بيرست تايم انا مسجل المحاضره يا جماعه لو محتاج تسمعها تاني، هنا في بيرست تايم لو محتاج الحته الاخيره دي تسمعها يعني. هنا البيرست تايم وهنا الاكسكيوشن. اوكي، لو جمعت ده وده وده هو ده تاريخ حياه البروسيس، ده بنسميه التيرن راوند تايم. اوكي، يعني انا بنحاول دلوقتي بس ايه افنط لك الدنيا. الكمبيوتر اللي انت كنت تتعامل معاه زمان باعتبار ان هو حاجه مسلم بيها، تدخل ده كده تشوف ايه اللي بيحصل، تدخل تشوف ايه اللي بيحصل. على فكره هنا في الرسمه بص، ادي المونيتور الكيبورد اند ذا البفر. لما تكتب رقم الرقم خباك الكيبورد ما تعملش مع الرام على طول، الاول الرقم يتحط في البفر، دي نسيت اقولها لك، ومن البفر هيبعت للايه، هيبعت للرام في الحته بتاعت اليوزر سبيس، طبعا مش الاو اس سبيس. يعني الوسيط ما بين الاثنين دول البفر، هنا في بفر وهنا في بفر، سواء المونيتور او السكرين او الكيبورد. اي سؤال في الحته دي؟ اي سؤال؟ واضح دكتور. نصيحه، الكلام ده يتعاد عليه الجزء الاخير، عارف الجزء الاولاني في المحاضره سهل، الجزء الاخير ده يتعاد عليه كذا مره، الجزء الاخير عيد عليه كذا مره لغايه ما يتحفر في دماغك. اوكي، يبقى التيرن اراوند تايم او الويتنج تايم مع بلس البيرست تايم او الاكسكيوشن تايم يعني بلس الانبوت اوت. جميل جميل جدا جدا. بص بقى ابتديها منين دي؟ اللي احنا درسناه وريته لكم دلوقتي، اللي انا وريته لكم دلوقتي، ان انت ممكن يكون عندك الرامه فيها مجموعه من البروسيسز، مجموعه من البرامج، والسي بي يو بينقي منها عشان ينفذ، ده بنسميه المالتي بروجرامينج. اوكي، ده منتشر جدا، ده بنسميه الكلام ده يعني كمان 10 سنين هو ده اللي سائد، وده اللي احنا شرحت عليه السلايدز، اللي هو المالتي بروجرامينج. يعني ايه مالتي بروجرامينج؟ اكنه مالتي بروسيسنج. يعني ايه مالتي بروسيسنج؟ يعني ايه مالتي بروجرامينج؟ يعني ان انت عندك كذا بروسيس موجوده في جوه الرام، وممكن ينقي منهم اللي هي السي بي يو، شغل ده ولا شغل ده، ونقل بينهم ازاي. ده اللي احنا خدناه دلوقتي، اللي انا شرحته دلوقتي المالتي بروجرامينج. جميل. زمان كان في حاجه اسمها الباتش او اس، كان في نظام تشغيل مش شغال بالمالتي بروجرامينج، يعني الرام بتاعته ما بيتحطش فيها مجموعه من البروسيسز، لا كان يتحط فيها بروسيس واحده بس، ياخد من الهارد ديسك برنامج واحد يروح حاطه في الرام، هو ده السي بي يشتغل عليه فقط. ده كان بنسميه ايه؟ ده بنسميه الباتش او اس. هل دلوقتي احنا شغالين عليه؟ هذا اللي انت بتعمله فعلا في حياتك اليوميه حتى على السمارت فون؟ لا طبعا، حتى على السمارت فون في كذا حاجه بتحصل في نفس الوقت، فانت شغال مالتي بروجرامينج اتليست على الاقل يعني. يبقى المالتي بروجرامينج ان انت ممكن يكون عندك اكتر من بروسيس جوه الرام، وده طبيعي جدا، ده اللي شفناه. بس الحقيقه احنا ارتقينا شويه عن الموضوع ده. ازاي يعني؟ الفكره كلها ان احنا شرحنا، اعتبرنا ان انت عندك سي بي يو واحد بيتعامل مع رامه واحده، والرام الواحده جواها اكتر من بروسيس. اه، وات اف، تخيل معايا لو انت ما عندكش في الكمبيوتر سي بي يو واحد، عندك اكتر من سي بي يو. يا راجل، طب ده هيبقى عظيم جدا، لان كل السي بي يو، السي بي الواحد ده هيعمل حاجات وده هيعمل حاجات، ده هيعمل حاجات، فالسرعه هتبقى فظيعه جدا. الكلام ده مظبوط، ده بنسميه المالتي بروسيسنج. يعني ايه مالتي بروسيسنج؟ ان انت الكمبيوتر بتاعك ما يبقاش فيه عقل واحد، يبقى فيه كذا عقل مع بعض، كذا سي بي يو مع بعض. تفتكر ايه الاسرع؟ اجي في الامتحان اقول لك ايه الاسرع، المالتي بروسيسنج ولا المالتي بروجرامينج؟
الإجابة طبعاً مالتي بروسيسنج. ليه؟ عشان عندك أكتر من سي بي يو. تخيل كل الهلومة اللي احنا قلناها ده على كم سي بي يو؟ سي بي يو واحد. تخيل نفس الهلومة دي سي بي يو كمان، سي بي يو كمان تالت، وسي بي يو كمان رابع. السرعة هتبقى فظيعة جدا. اوكي، ده ليه اسمين. ده ممكن ده تسميه التايبس اوف اوبريتنج سيستم، او انواع نظم التشغيل، الباتش والمالتي بروجرامينج والمالتي بروسيسنج. او في ناس في الكتب بتقول لك الديجري اوف مالتي بروجرامينج. يعني ايه ديجري؟ يعني تقدر تتعامل مع كام بروسيس في نفس الوقت. في الحاله الاولانيه هي بروسيس واحده، في الحاله الثانيه عدد من البروسيسز حسب حجم الرامه وحسب قدره الايه تحمل السي بي يو. لكن هنا هتزيد اكتر في المالتي بروجرام، الديجري اوف مالتي بروجرامينج هيزيد هنا اكتر. هو مش هيزيد هنا اكتر الحقيقه. بص معلش انا لخبطت. تايبس اوف اوبريتنج سيستم او انواع انماط نظام التشغيل حاجه من ثلاثه. الباتش او اس، ان انت عندك زي ما قلت ان الرامه بينزل فيها بروسيس واحد. مالتي بروجرامينج ده اللي احنا شرحناه، ان انت عندك سي بي يو واحد وعندك رامه والرامه فيها مجموعه من البروسيسز. المالتي بروسيسنج ده ان انت ده الفعل دلوقتي اللي موجود، ان انت لو فتحت عندك اكتر من سي بي يو، فعشان كده هو اسرع. طب امال ايه بقى الديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ الديجري مقصود بيها النمبر. يعني ايه النمبر؟ يعني يا ترى الرامه بتاعتك ينفع يتحط في نفس الوقت فيها كام برنامج؟ لو انت بصيت في السلايدز القديمه اللي احنا شرحناها من شويه، انا تخيلت ان انا احط كام برنامج؟ 50. الديجري اوف مالتي بروجرامينج في الرسمه دي 50. يبقى العدد البرامج او البروسيسز اللي اقدر احطها في الرامه بنسميها ديجري، ديجري اوف مالتي بروجرامينج. طبعا كل ما يزيد البرامج دي كل ما يكون احسن. كل ما الرامه بتاعتك بتكبر كل ما تقدر تشيل عدد من البرامج اكتر. منطقي؟ منطقي. لان اقدر يعني بدل ما بتخيل اتوقع ان احط 10 برامج، لو توقعت ان 1000 اهم 1000 برنامج، احتمال ان السي بي يو يلاقي احتمال اكبر، فاحتمال ان انا احتاج ان انا انقل من الرام للهارد احتمال اقل، لان انا اوريدي نقلت اللي انا عايزه هنا. فكل ما يكون الرامه كبيره اقدر انقل برامج مهمه كتير هنا السي بي يو يحتاجها. فالديجري معناه عدد البرامج اللي موجوده في الرام. جميل. تعال ناخد مثال. قبل ما اخد المثال، انت محتاج تعرف الارقام دي. في حاجه اسمها البايت، دي خدناها. البايت ان انت تقدر تحط 8 ارقام كل رقم باينري اللي هو زيرو. يعني انت تحط 8 ارقام كل رقم منهم لزيرو لواحد. لو حطيت الثمانيه دول جنب بعض ده بنسميه بايت. كل واحد منهم اللي هو زيرو او واحد بنسميه بت. لو حطيت 8 بت جنب بعض ده بايت. طب ده لطيف جدا. جميل. وفي حاجه اسمها الكيلو بايت. خلي بالك في بي كابيتال وفي بي سمول. البي لو كابيتال انا بتكلم عن بايت، البي لو سمول انا بتكلم عن بت. تاني، البي لو كابيتال انا بتكلم على البايت، البي لو سمول انا بتكلم على البت. دايما في الاستورج في الاحجام بنتعامل مع البايت، لكن لما بتتكلم على النقل على الانترنت اي حاجه بتنقلها بيانات بتتنقل بتتكلم على البي سمول اللي هي البت. عشان كده دايما سرعه النت بالبت مش بالبايت. البايت ده تاني، البايت للاستورج، البي كابيتال للاستورج، البي السمول للنقل السرعات اللي بتتنقل. جميل. الكيلو بايت انا عايز انقل، عايز احول. يعني يا ترى الكيلو بايت كم بايت؟ احنا دلوقتي انا عرفت ان البايت 8 بت. جميل. لكن الكيلو بايت بقى كم بايت؟ احنا كان اسهل حاجه تقول ان الكيلو 1000، بس للدقه عشان تبقى دقيق في حساباتك بنقول 2 تو ذا باور 10. يعني ايه 2 تو ذا؟ يعني اضرب 2 في نفسها 10 مرات. 2 في 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 2. الرقم اللي يطلع ده اسمه كيلو. يبقى 2 اس 10 ده الكيلو يا جماعه. يبقى الكيلو بايت هو 2 اس 10 بايت. الله، والميجا زود بعشرات وانت ماشي. الميجا بايت 2 اس 20. طب الجيجا بايت 2 اس 30. بالتالي كده بقت سهله. يعني ايه 2 اس 30؟ اضرب 2 في نفسها كم مره؟ 30 مره. لو ضربتها في نفسها 30 مره هيطلع حاجه اسمها الجيجا، جيجا بايت. جميل. افترض معايا ان انت اشتريت رامه حجمها 4 جيجا، ماشي؟
هفترض افتراضا ساذج جدا ان كل البروسيسز او كل البرامج اللي موجوده على الهارد ديسك اللي انت عايز تنقلها في الرامه حجمها زي بعض وحجمها صغيره جدا، مثلا 4 كيلو. انا بس عشان اسهل لك الحسابات احسسك بيها، احسسك يعني ايه ديجري، يعني ايه عدد البرامج او البروسيسز اللي موجوده في الرامه يعني. فافترض ان حجم الرامه 4 جيجا، وافترض ان كل برنامج هيشغل حي صغير من الرامه مقداره 4 كيلو. تقدر تقول لي عدد البرامج اللي ينفع تتحط في الرامه دي كام؟ ما انت عارف الحجم الكلي عارفه، وعارف حجم كل برنامج، لو قسمتهم على بعض هيديك عدد البرامج. عامله زي ايه؟ زي ديسكورد. فكرني بايه يعني؟ مثلا انت معاك 100 ريال وعايز تشتري مثلا شوكولاتات، مثلا الشوكولاته الواحده ب 2 ريال. ارجع بقى للكلام الابتدائي، تقدر تشتري كام شوكولاته؟ هتقول لي اقسم ال 100 على 2 يطلع لي 50. نفس الفكره، انت عندك 4 جيجا خلاص، البرنامج الواحد 4 كيلو، تقدر تقول لي في كام برنامج اقدر احطه في ال 4 جيجا؟ اقسم دي على دي. بس علشان اقسم دي على دي لازم الوحدات تبقى زي بعض، فهحول ده وده هحوله للبايتس. ماشي، دي سهله. تعال كده نحطهم كده ونشوف ايه الوضع ايه، او كده مثلا. انتوا سامعين صوتي وشايفين الشاشه ولا فصلتوا خلاص؟ شايفين فاهمين؟ شايفين. ركز بقى، ركز. انا عايز 4 جيجا، 4 جيجا يعني 4 مضروبه في جيجا. احنا قلنا الجيجا كام؟ 20. 2 جيجا 2 اس 30 اهي، صح كده؟ 4 اهو، 4 في 2 اس 30. حد شاطر يقول لي ايه ال 4 دي 2 في يعني كام؟ 2 في كام تديك 4؟ 2 في 2. 2 في 2 يعني 2 اس كام يعني؟ 60. 2 يعني 2 اس 2، 2 مضروبه في نفس يعني 2 مضروبه في نفسها كم مره؟ مرتين. 2 في 2 ب 4. جميل قوي. ارجع بقى تاني للماس بتاع الثانوي، لما يكون عندك 2 اس 2 مضروبه في 2 اس 30، تعرف دي معناها ايه؟ ان ال 2 مضروبه في نفسها كم مره؟ حد شاطر في الماس؟ 32. 2 مضروبه في نفسها 30 مره. 32. طب ركز كده، 32 مره. ليه بقى 32؟ تعال كده ناخد مثال، نجمع الاسس. نجمع الاسس، برافو عليك. الاس يتجمع. ليه؟ الدليل على كده يعني ده اختراع؟ لا مش اختراع اهي. لو انت عايز تضرب 4 في 8، 4 في 8 بكام يا جماعه؟ كام؟ 32. دليلك هي ال 4 2 اس كام؟ 2 اس 2. لما اضربها ب 8، ال 8 2 اس كام؟ 3. 2 في 2 في 2 في 2. ليه؟ عشان 2 لما تضرب في بعض نفسها ثلاث مرات يجيك 8. 2 في 2 في 2. لو كلامنا صح المفروض 2 اس كام؟ اجمع الاسس. هنا عندك 2 وهنا عندك 3، اجمعهم فيديك 5. دليلك يقول لك اضربها في الاثنين في نفسها كم مره؟ 5 مرات. تعال نشوف، 2 في 2 في 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب 4، في 2 ب 8، في 2 ب 16، في 2 32. يبقى فعلا بنجمع الاسس. لما يكون عندك الاساس واحد هتروح جامع الاسس. جميل، الكلام ده عظيم جدا. عشان كده لما قال لي 4 جيجا، ادي الجيجا وادي الاربعه، فتحولت سبحان الله ل 2 اس 32. جميل، ده اللي فوق، ده البسط. تعال لي للمقام. المقام عندك ايه؟ 4 ايه؟ 4 كيلو بايت، صح؟ 4 2 اس كام؟ لسه قايلين 2. اضربها في كام بقى؟ كيلو بايت. الكيلو بايت ابص هنا على الجدول، الكيلو بايت 2 اس 10. جميل، 2 اس 10. يبقى النتيجه في الكليه، تعالى عشان ورا بعض كده اسهل، 2 اس 12.
بقت 2 اس 12. عظيم الكلام ده، 2 اس 12. طب ده فوق وده تحت، اهي بص ده هنا فوق 2 اس 32 وتحت 2 اس 12. تعرف اعمل ايه بقى ساعتها عشان اطلع النتيجه؟ طبعا هنا بايت بالبايتس دي صح، ودي بالبايت الوحدات كده. الميزه ان انا لما عملت الحركه دي في الاخر كلها عشان الوحدات تبقى ايه فوق وتحت زي بعض عشان اعرف اقسم، فالوحدات كده زي بعض خلاص. عظيم جدا. هعمل ايه بقى لما يكون عندك اسمه؟ تعمل ايه؟ مش اجمع بقى الاسس، اطرح الاسس. ف 32 لما تطرح منها 12 يتبقى كام؟ 20. 20 الله، هو 2 اس 20 دي يعني ايه؟ 1 ميجا بايت. خلي بالك يعني عشان تكون عارف، بس 2 اس 20 لو انت تحسبها هو عدد الايه؟ عدد البرامج اللي يقدر تحطها في الرامه في هذه اللحظه. يبقى ساعتها الديجري اوف مالتي بروجرام او عدد البرامج هو الرقم الضخم ده. طب ليه رقم ضخم كده؟ علشان انا حاطط ايه؟ رقم حقير جدا لحجم الايه؟ لحجم البرنامج الواحد. لكن لما يكون حاجه ببرنامج جيجا مثلا، طب مش هقدر احط الكميه دي. الحته دي في الفيديو لو متسجل عيدها، عيدها مره واثنين. واحفظ الجدول ده. لان بدون ده مش هتعرف تعمل حسابات. يعني ده الاساس بتاعك في الحسابات. وافتكر ان انت وانت بتدرب تجمع الاسس، وانت بتقسم بتطرح الاسس، بتضرب تجمع الاسس، بتقسم تطرح الاسس. جميل. انت قلت لي ان المالتي بروسيسنج اسرع من المالتي بروجرامينج، مش انت قلت لي كده؟ صحيح. ايوه. ليه بقى؟ لانه عندنا اكثر من معالج. لان يعني عندك اكثر من معالج، ان انا عندي كذا حاجه بتتعمل في نفس الوقت صح. يعني في حاله ان انا عندك كذا سي بي يو، انا بعمل كذا حاجه في نفس الوقت فعلا. في حاله المالتي بروجرامينج الكمبيوتر من كتر سرعته بيتهيأ لي انه بيعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لكن هو فعليا مش كده. فعليا هو بيعمل كام حاجه؟ حاجه واحده فقط. لا، انا عندي كام سي بي يو؟ سي بي يو واحد. واحد. ده الفرق. الفرق ده هو الفرق بين حاجه اسمها البارل، بارل يعني المتوازي بروجرام بروسيسنج، وحاجه بنسميها الكونكرنت بروسيسنج. بارل يعني ايه؟ يعني في نفس اللحظه بتعمل كذا حاجه. طب كونكرنت يعني ايه؟ ان انا اشير الوقت بتاعي ما بين كذا حاجه، وكمان ان انا سريع قوي فالناس تفتكر ان انا بديهم الوقت كله، وده مش حاصل. بس وده ممتاز جدا، بس ايا كان مهما تكون سرعتي هنا مش هتكون زي سرعه الايه؟ البارل. ده تقدر تشبهها بحاجه، يعني تخيل انت ام مثلا خلفت توأم، خلفت طفلين في نفس الوقت، عايز تاكلهم، طفلين صغننين فبتاكلهم. انت تعرف حاله البارل هتعمل ايه؟ هتجيب معلقتين وتحط الاكل بالايد اليمين في بقي ده، والاكل بالايد الشمال في بقي ده. فاهمين الفكره؟ طيب فعليا ده مش اللي هيحصل كبشر. فعليا بنعمل حاجه اسمها الكونكرنت. يعني ايه؟ هتجيب معلقتين مع طبق واحد، والطفلين بيعيطوا فعايز تاكلهم مع بعض، فتروح واخد المعلقه تحطها في بق الاولاني، اكلته معلقه، تروح سايبها على جنب واخد المعلقه الثانيه وتروح حطها في بق الطفل الثاني. قبل ما الاولاني يعيط تروح واخد المعلقه بتاعته وحاطها في بقه، بعدين ترجع للتاني، ترجع للاولاني، ترجع للتاني، الاولاني. فاهمين الفرق؟ في كلتا الحالتين انا خدمت على الطفلين ولا لا في نفس الوقت؟ خدمت عليهم في نفس الوقت. خلاص؟ انا هنا بحاول اخلي الطفل يحس الوقت كله علشان هو مش علشانه. هو بينه وبين ناس تانية، بس كمان الام سريعه فما حاسسنيش بالوقت ده كله. لكن في الاخر البرل اسرع من الكونكرنت. اتمنى يكون التشبيه ده سهل شويه. طب ايه البرل؟ اللي هو المالتي بروسيسنج. ليه مالتي بروسيسنج؟ عشان عندك كذا بروسيسور، عندك كذا سي بي يو. لكن في حاله الكونكرنت انت عندك هو سي بي يو واحد فقط، بس هو كمان سريع قوي فبيحسسك انه بيعمل كذا حاجه في نفس الوقت. هو ما فيش حاجه اسمها كده، ده بنسميه المالتي بروجرامينج،
ده اللي احنا شرحنا عليه. ها الدنيا خمقت ولا لسه؟ لسه باقي. بس هل في جهاز في اكثر من سي بي يو؟ انا ابيض جهازك في اكثر من سي بي يو. اي جهاز؟ جهازك اللي دلوقتي قاعد على اللابتوب؟ لا على بي سي. على بي سي اكيد اكتر من سي بي يو، اكيد اكيد مليون في المية. وهنشوف دلوقتي، هوريك بعد كده ان شاء الله يعني بعد كم محاضرة ازاي تقدر تشوف عدد السي بي يوز بكذا طريقة اللي موجودة على جهازك. هناخدها عملي. انت تقصد الانمي اللي داخل السي بي يو ولا السي بي يو بكبره؟ السي بي يو نفسه ككفر لو انت فتحت جواه موجود عليه، محروق عليه كذا سي بي يو من جوه. ايه هي الانوي اللي جوه اكثر، في اكثر من انوي، بس انا اقصد هل اقدر اركب اكثر من سي بي يو ذا المربع نفسه؟ لا 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 لا، هي المربع نفسه واحد، بس انا بتكلم بقى الواحد ده محروق جواه سي بي يو واحد ولا اكثر من سي بي يو؟ لا اكثر. كان زمان بتحرق عليه واحد بس، دلوقتي بتحرق عليه اكثر من واحد، بنسميه الكور، اكثر من كور، اكثر من سي بي يو. هي دي الفكره، لكن هو مربع واحد طبعا. يعني على فكره على باي ذا واي، يعني هي طبعا نادره، في بعض المذر بوردز ممكن تحط عليها اكتر من سي بي يو فيزيكال. انت عارف السي بي يو اللي احنا بس ده قليل، بس دي مش كتير يعني شد ابانيه السي بي يو غاليه قوي وبتاع، وحاجات بقى للسيرفرات وحاجات كده يعني. ممكن، بس دي هتلاقيها نادره، ومنهم منك صراحه ملهاش لازمه يعني. ما تجيب سي بي يو يعني فيزيكالي واحد، لكن هو فعليا جواه اكتر من سي بي يو خلاص، يعني مش محتاج الحركه دي يعني. لكن انا شفت فعلا في ماذر بورد عليها اكتر من سي بي يو فيزيكال كده كبير اللي هو بيتحط ده. ماشي. السي بي يو افشنسي، يعني مدى كفاءه السي بي يو، يعني السي بي يو اشتغل قد ايه، هو ده التوتال تايم بتاعه، اشتغل ساعه مثلا. طيب في خلال الساعه انت استغليت قد ايه من وقت السي بي يو؟ خلاص لو طرحت دول من بعض هيديك الافشنسي بتاعتك. يعني انت ده مهم. المعيار ده لمين؟ مهم مش ليك قوي قد ما مهم لنظام التشغيل. مش احنا قلنا نظام التشغيل هو بيعمل اوركستريشن، هو اللي بيعمل سكيدلينج، هو اللي يقول لك يا سي بي يو اشتغل على البروسيس دي، اشتغل على دي، بعدين دي، بعدين ارجع دي. مهم ليه انه يحسب الحسبه دي، هو عايز يخلي السي بي يو مطحون. كل ما يخليه مطحون اكتر معنى كده ان هو بيستغل السي بي يو بشكل ممتاز. خلاص، يبقى قد ايه انت بتستغل السي بي يو باكبر استفاده ممكنه. اوكي، حسب الايه مدى شطاره نظام التشغيل. ده شغل بقى نظام التشغيل نفسه يعني، مش هفصل فيه اكتر من كده، بس يعني اعرف ان في حاجه اسمها كفاءه السي بي يو، ودي مهمه جدا بالنسبه لنظام التشغيل. قد ايه انت بتستغل السي بي يو، وقت السي بي يو قد ايه بتعمل فيه حاجات مفيده، ودي هتلاقيها يعني لو حسبتها هتلاقيها منطقيه يعني جدا. طيب طيب انا مش عايز افصص فيه قوي، لان انت هتاخدوها في المفترض هتاخدوها في البرمجه بس يعني. ماشي، دلوقتي لما انت بتعمل برنامج، هتعمل برنامج المفروض ان شاء الله تعالى الترم ده، اللي انا فهمته انك هتشتغلوا سي شارب مش جافا، يعني غيروا اللائحه بتاعتكم وخلوكم تشتغلوا سي شارب، which is good. يعني سي شارب قريب قوي من جافا ولطيفه يعني. فالمهم لما انت تيجي مثلا تعمل برنامج معين، البرنامج ده احنا قلنا بتعمل الملف ده لما تضغط عليه هيتحول لحاجه اسمها بروسيس. انا كنت بضحك عليك وارسم لك الكالكوليتر كده وخلاص، وفيها الداتا بتاعتها او تحتيها الداتا بتاعتها وخلاص. الحقيقه ان انت لما تكتب البرنامج او تنفذ برنامج بيتحط في الرام كذا حاجه تبع نفس البرنامج، تبع نفس البروسيس. البروسيس الواحده بتحط لنفسها حاجات كتير جوه الرامه. يعني البروسيس هتاخد البرنامج نفسه اللي انت هتعمله، صح؟ بعد كده تيجي انت في البرنامج تكتب حاجه زي كده اكس يساوي 3 مثلا، ده بنسميه متغير يعني فيريبل، لان انت عايز تعمل مثلا كالكوليتر بيجمع الرقمين، فبتقول له دخل رقم، فهو يدخل لك 5 مثلا، وبعدين تطلب من اليوزر يدخل لك رقم ثاني وتحطه في الواي مثلا 6،
وانت المطلوب منك تجمع اللي موجود في الاكس على موجود في الايه في الواي مثلا دور دايناميك صغنن. فانت احتجت ان ايه تعرف حاجه اسمها اكس والواي اللي هتستقبل فيها القيم دي من اليوزر مثلا. فده بنسميه الفاريبلز. ده بنسميه الفاريبلز دي اللي انا قلت لك دي بيتحط في حاجه اسمها الستاك. في نوع خاص من الفاريبلز بنسميه الستاتيك فاريبل. ستاتيك فاريبل ده يعني خلينا انت هتفنط فيها فانا مش يعني المهم. ففي هنا عندك مجموعه من الفاريبلز بتتحط في حته اسمها الستاك. اوكي طيب. واحيانا انت عايز البرنامج ياخد حته من الرام عشان يعمل عليه شويه شغل معقول وكده. يا رام انا هاخد منك الحته دي كده عندي واشتغل عليها. ده بنسميه الحته دي اللي انت خدتها دي عنوه بنسميها الهيب. فالبرنامج بينزل معاه ستاك. الستاك ده بتحط فيه الفاريبلز عموما وفي نوع مخصص من الفاريبلز بنسميه الاستاتيك بتحط في حته لوحده خلاص. ولو انت احتجت حته من الرام عشان تعمل عليها شويه حاجات بياخد حته ثانيه اسمها الهيب. انا مش عايزك تعرف اكتر من ان البرنامج لما بينزل مش بينزل لوحده بينزل مع حاجه ثانيه لان يفترض انا مش عايز افنط لان انت الكلام ده هتاخده بالتفصيل يعني. فبينزل مع حته اسمها الستاك وحته اسمها الهيب. يبقى اذا لما البرنامج بيروح يا جماعه من الهارد ديسك بيروح للرامه يعني مش عايزك تحفظ قوي انا بس بفهمك ما بينزلش معاه برنامج كده وخلاص بينزل مع حتت علشان البرنامج هيحسب فيها ويخزن فيها حته اسمها الستاك وحته اسمها الهيب. البرنامج كده كله على بعضه بمشتملاته بمحتوياته بالستاك بالهيب بتاعه بنسميه البي سي بي. بنسميه البي سي بي. فميجي مثلا اسالك يعني ايه البي سي بي تقول لي هو البرنامج ومشتملاته في الرام. البي سي بي هو البرنامج ومشتملاته في الرام. فالبروسيس بقت اكبر من بس البرنامج اللي موجود على الهارد ديسك لان لما نزلت هنا نزل معاها شويه حاجات ده اللي انا عايزك تعرفه خلاص. انت بقى مع الوقت هتعرف ستاك ويب ما تهمنيش دلوقتي. انا كل اللي يهمني انك تعرف ان البرنامج لما يتنقل من الهارد ديسك للرامه مش بينزل بس كده وخلاص ده بياخد مساحات تخزينيه من الرامه هيعمل عليها شويه حسابات ويخزن فيها شويه حاجات. ده كان يهمني ما يهمنيش اي حاجه تانية انك تعرفها هنا. جميل خلاص احنا بنقفل. لو انت جربت عايز تعرف معلومات عن الكمبيوتر بتاعك تعال على الايقونه بتاعت الماي كمبيوتر على سطح المكتب رايت كليك قول له بروبرتيز هيديك معلومات السيستم. فتقدر تعرف منها مثلا الرام بتاعتك كام جيجا هتقدر تعرف السي بي يو بتاعك. بص 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 انا الكلام ده هتفنط فيه. بص 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 كتب حاجه اسمها كواد. يعني ايه كواد؟ يعني اربع انويه. كواد اربعه يعني ده هو اربع سي بي يو اصلا تخيل يعني هو وده السرعه بتاعته ونظام التشغيل ده 64 بت. يعني ايه 64 بت؟ مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها بت وحاجه اسمها البايت والبايت دي 8 يعني في نفس اللحظه بتاخد 8 قيم. لا هو بقى السي بي يو المذر بورد او الجهاز من جوه ممكن ياخد كل مره في كل نقله 64 قيمه فسريع جدا طبعا. ايه واسم الكمبيوتر بتاعك. المهم تفاصيل البروسيسور والرامه ممكن تجيبها من هنا. ده احدى الطرق هل في طرق تانية؟ في طرق تانية. لو انت جيت في الرن وكتبت طبعا ما اعرفش بقى في الاجهزه ال MS Info 32 هيديك معلومات في منتهى التفصيل عن كل حاجه انت متتخيلها ومتتخيلهاش في منتهى التفصيل. انا شايف اهو حاجات عن الميموري شايف السيستم دايركتور موجود فين شايف البروسيسور بتاعي اي 7 اهو 4 كورس سرعته 3.1 وهكذا. الفيرجن بتاعه ايه المانيفاكتشرر مين السيستم نيم مش حاجه كتير قوي. يبقى دي طريقه ثانيه ام اس انفو 32. في كمان
طريقه ثالثه من السي ام دي. عارفين السي ام دي كان زمان نظام الدوس هي الشاشه السوداء. فانت حتم السي ام دي لو انت عملت علامه الويندوز مع الار عشان يديك الرن، او لو جيت هنا كتبت كوماند خلاص. طبعا ده بس مرتبط ان برنامج دايركت اكس موجود، بس يعني تعال نشوف موجود ولا. لو كتبت دي اكس دي اي دي دي اكس دي اي اي جي وتعال نشوف موجود ولا لا. هو يقعد لو موجود اقعد شويه وتلاقيه فتح، لو مش موجود المفروض اهو موجود. ده الدايركت اكس، لازم دايركت اكس يكون موجود نازل عندك. ده برضو طريقه ثالثه تعرض بيها بعض المعلومات اللي انت عايزها، حاجات عن البايوس. الكلام ده هنشوفه تفصيلا. ادي بروسيسور تاني، شو كل مره بروسيسور والميموري. كده انا عرضت المعلومات البروسيسور والميموري بكم طريقه يا جماعه لغايه دلوقتي؟ كم طريقه؟ أربعة. ثلاث طرق. ثلاث طرق بس. اوكي؟ اديك التفاصيل دي كلها. بتهيألي احنا كده خلاص، وتلاقي انا نفسي حتى ايه؟ شفت بقى ده اللي انا ايه بتكلم فيه، ان ممكن المحاضره وقتها ما بقاش كافيه. طب كده احنا وصلنا لغايه ايه ده؟ فاكرين لما عملت على الكالكوليتر كتبت 2 و3 وتحولوا الباينري اللي هو الارقام 0 و1؟ وقلت لكم بعد شويه هناخد ازاي التحويله دي حصلت. دي المفروض السلايد دي بتتكلم عن كده. يبقى خلينا بقى احنا المره الجايه نبتدي بيها. عايزين نعرف الكالكوليتر لما 2 و3 دي، واحنا قلنا السي بي يو والرام ما فهمش الكلام ده خالص، فلازم يحول النظام العشري الدسم بتاعنا لازم يحوله لنظام باينري 0 و1. فان شاء الله المره الجايه هنبتدي نخلص بس الجزئيه اللي فاضله في المحاضره، وبعدين نكمل المحاضره اللي بعديها ان شاء الله. اي اسئله يا شباب؟ دكتور بالنسبه للتسجيل وين اقدر ارجع؟ التسجيل بص يا سيدي، طبقا لمعلوماتي ان انت لما تدخل هنا في البلاك بورد، شايفين برضو ها شاشه باينه ها؟ ايوه. هتلاقي هنا في علامه كده، علامه دي علامه البرجر على فكره، ان شاء الله في الويب بتاخده. دي بيسموها علامه البرجر، لما يكون انت عايز تحط شويه ايقونات مع بعض في منيو تحطها فيفتح لك حاجه زي كده. بص بقى هنا في سيشنز وتحتيها حاجه اسمها التسجيلات. يفترض ان بعد لما اخلص ونقفل التسجيل ينزل، ده اللي يفترض. بس خلينا هنجرب النهارده هل فعلا لما نخلص واقفل التسجيل هينزل ولا لا. بس انا بتهيألي هينزل، يعني اعتقد ان مفيهاش مشكله يعني. فدي الحته اللي تجيب منها التسجيل ان شاء الله. خلاص اخر حاجه قبل ما نمشي بقى، بونس، حد شاطر كده عايز ياخد بونس تجربه؟ اكيد الواحد يبي بونس. نجرب بونس. طيب بص، خلي معاك دلوقتي انت فوت داخل، اللي انا متخيل انك داخل معايا باللاب قبل بتاعك او الكمبيوتر البي سي بتاعك، عايز جنبك يكون معاك الموبايل. اوكي، عايز جنبك يكون معاك الموبايل. هنلعب لعبه، واول واحد هيكسب اعلى واحد هيجيب نقاط هديله النهارده بونص، ويبتدي بقى يضمها على البونص بتاعه ان شاء الله على مدار الترم ان شاء الله تعالى. اتفقنا؟ فانت تركز معايا عشان هقول لك هديك الخطوات ازاي تدخل وتلعب. فانت لازم يكون معاك في ايديك الموبايل. هقول كونتينيو. طيب انا عايزك تدخل على الكويز، شوف مكتوبه كده، يعني تدخل على كويز اي زد زد بس دوت كوم. من الجوال ولا من البي سي؟ من الجوال. ادخل من الجوال، لازم من الجوال او مش لازم، بس على فكره ممكن من البي سي برضه، يعني بتهيألي ممكن من الاثنين، يعني دي او دي. خلاص ادخل، بعد كده هيقول لك انتر الكود، دخل الكود بتاع اللعبه. هتدي له انهي كود؟ 735472. انا مستنيكم عشان ابتدي. ادخلوا قولوا لي.
المفروض يطلع لي هنا عدد الـ importation. كيف ندخل باللوجن ولا كيف؟ أي. كويز اهي شايفين هنا؟ شايفين دي؟ انتر كود اهي دخل هنا ليه؟ دخل الكود اللي انا مديهولك اللي هو اللي فين؟ اللي هو هنا اللي هو فين يا شيخ؟ راح مني اللي هو هنا 7-3-5-4-7-2 ابتديتوا اهو تطلعوا انا شايف عمر وعلي وحسين ها مستني السنة دي قبل ما ابتدي العب السنة دي كمان ايش الكود استاذ اهو قدامك قدامك شايفه ولا لا ولا رد عشرة لغاية دلوقتي ها عايز ابتدي يلا يا جماعة عايزين نمشي يلا انا عندي 10 بارتيسيبنتس عندي 10 بارتيسيبنتس لغاية دلوقتي في يا شباب اللي ما دخل الموقع ارسلت الرابط بالشات معلش مقاطع انا 10 ثواني وهبتدي 9-8-7-6-5-4-3-2-1 هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ركز بسم الله start اللي بعده
ما شاء الله تبارك الله. اي يوسف بعدين عمر بعدين حسين. يوسف بعدين عمر بعدين حسين. ما شاء الله تبارك الله، منافسة محتدمة. هذا البونس ده هي من شغل عالي. ماشي. ده سؤال بونس لسه ما شرحتش. سؤال بونس. ده سؤال يا جماعة بونس، انا دي ما اتشرحتش فده بونس يعني ما نشوف. الله 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 الله. يوسف بعدين عمر وحسين. يوسف عمر وحسين. يوسف ما شاء الله يا شيخ، ان شاء الله تبارك الله. اللي بعده حد ما لحقش المره دي. يوسف وعمر وحسين. نيكست. حلان. حلان اوكي ان شاء الله تبارك الله. شوف خلي بالكو، خلي بالكو الواحد يلحق مكانه. احنا قلنا في فرق من ال احنا قلنا في فرق من ال من البروسيس وفرق من البروجرام. البروجرام الموجود على الهارد ديسك بنسميه باسيف، لكن لما بيتنقل للرامة بنسميه اكتيف، اللي هو لما بيتحول لبروسيس بنسميه اكتيف. دي ما شرحتش، انا ما اعرفش الناس عرفت تحلها ازاي، بس يعني ما شاء الله يعني. خلاص يبقى البروسيس هو الايه الاكتيف، والبروجرام اللي على الهارد ديسك هو الباسيف. اوكي دي وونت اند. مين اللي طلع الاول؟ يوسف صح. مين طلع اول واحد؟ انا يوسف. يوسف مبروك ليوسف. مبروك ليوسف. على فكره انتوا لو جيتوا هنا فين بيتلي اي تي مديح، في هنا حاجة اسمها الجريدز، شايفينها؟ الجريدز. أنا دايما الدرجات هخليها طول السنة قدام عينيك، كل واحد شايف درجته. كل واحد شايف درجته إيه بالظبط. فأنا هاجي هنا عند فين يوسف؟ دور ابحث يوسف أهو. بس أنا هحاول ده كده عشان أفتحه على نفسي. وهاجي على يوسف.
ويوسف مبروك خد اول بونص كده. يوسف ضمن بونص يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. اوكي، طب المطلوب الهوم ورك بتاعك الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الجزء اللي هو بعد الصلاه من المحاضره، عايزك تلخصه لي في صفحه على الوورد وتبعته على الميل. خلي بالك النظام ان انت، احنا قلنا في هوم ورك، كل مره الهوم ورك عليه كام درجه؟ شايفين كل مره كام درجه؟ درجتين. الهوم ورك كام مره دي؟ مطلوب لخص لي كل اللي انا قلته في المحاضره الثانيه اللي هي بعد الصلاه في صفحه واحده وابعتها لي. حط لي بهريس بقى كلها، عايز احس انه في واحد فاهم كان قاعد في المحاضره بيحضر. الهوم ورك باين يا جماعه؟ انا مش طالب حاجه صعبه، انا بس عايز اتاكد ان انت فاهم وان انت بتراجع بس من الاسبوع، من ايه، في خلال الاسبوع. اليوم النهارده ايه؟ النهارده الثلاث، اخر ميعاد للتسليم الديو ديت بتاعك يوم الخميس مساء. يعني انا اصحى خلاص على 12 بالليل، اللي جه جه، اللي ما جاش خلاص. يوم الخميس مساء. تاني انت عندك، انا كاتب لك لو انت فتحت عن الماده هتلاقي وادي كمان اهي عشان يبقى عندك في الفيديو جداوي iba.edu.sa. خلي بالك درجتين حرام يضيعوا منك، درجتين في منتهى البساطه حرام ان هم يضيعوا منك. اي سؤال؟ الهوم ورك بس من جديد، وش معلش؟ الهوم ورك مطلوب منك تكتب في صفحه واحده تلخيص للمحاضره الثانيه اللي انا قلتها كلها بعد الصلاه. لخصها لي في صفحه واحده على الوورد وابعتها لي مع في الميل. ده المطلوب. دكتور تلخيص كامل ولا بس النقاط الرئيسيه ولا النقاط الرئيسيه؟ بقول لك صفحه، معي الصفحه، صفحه فقط على الوورد، صفحه على الوورد. احس ان انت فاهم، بص كده احس ان ده واحد فاهم ومنظم. اوكي يا جماعه، خلاص سعيد بيكم النهارده، ارجو ان تكون المحاضره مفيده، وذاكروا كويس وفي كل المواد علشان ما فيش حد يتراكم عليك. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.